صباح الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفوني على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كل يوم بنشوف فيه تفاصيل جديدة في البروموهات الخاصة بمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الخاصة طبعا بشهر رمضان الكريم. جهد فني وإنتاجي في غاية الجمال، لوحات فنية كده زي ما حضراتكم بتشوفوا من خلال الشاشة، مليانة إبداع وفي تفاصيل كتير جدا، في أفكار كمان خارج صندوق، موضوعات شيقة مختلفة في مسلسلات السنة دي. مسلسلات رمضان 2024 هيكون فيها تنوع مميز جدا، هتلاقوا اللون الكوميدي والاجتماعي والاكشن والتاريخي والاعمال الوطنيه، موسم درامي اجتمع فيه اهم نجوم الدراما من مختلف الاجيال سواء الكبار او الشباب. هنشوف عوده قويه للفنان الكبير يحيى الفخراني في عتبات البهجه، هنشوف المسلسل التاريخي اللي كل الناس مستنيينه الحشاشين لكريم عبد العزيز، مسلسل في الحقيقه من قبل كده ما ينزل بس بمجرد ما شفنا التريلر كلنا حاسين ان احنا عايزين نتفرج عليه. هنشوف الفنانه دينا فؤاد والعوضي مع بعض بيجتمعوا مره تانية بعد طبعا ثنائيات كتيره شفناهم مع بعض فيها في حق عرب، راجعين وبقوه وكل جمهور العوضي ودينا فؤاد مستنيين كمان المسلسل ده. غاده عبد الرازق كمان من الفنانات اللي راجعه بقوه السنه دي في صيد العقارب، كتير كتير من الفنانين وكتير من الالوان زي ما قلنا الكوميديه كبير قوي طبعا في جزء التامن راجع مره ثانيه، التاريخيه الاجتماعيه كتير من المسلسلات والالوان المختلفه راجعين، والنجوم يعني ما فيش احسن من كده اجتمعوا لمناقشه موضوعات مختلفه ومتنوعه لارضاء كل اذواق الجمهور. عشان كده بنقول ان دي وجبه دراميه مصريه ببصمه مميزه من الشركه المتحده في اعاده الرياده مره اخرى للدراما المصريه واستعاده مكانتها كقوه ناعمه. طبعا ما فيش شك ان الدراما السنه دي هيكون عنوانها هو التنوع. احنا عندنا 19 مسلسل تم تقسيمهم، 9 مسلسلات من نوعية 30 حلقة، وعندنا كمان 10 مسلسلات من نوعية 15 حلقة. زي ما كنت بتقول يا شاذلي انه تنوع غير مسبوق، ان شاء الله باقة الدراما الرمضانية السنة دي تعجبكم، وبالتأكيد هتكون او هنكون معاكم على مدار الشهر عشان نتابع مع بعض ردود الافعال ونناقش مع بعض الموضوعات المختلفة المطروحة من خلال مسلسلات المتحدة. مرة تانية بنصبح لحضراتكم واهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس والمرور في القاهره والمحافظات. صباح الخير. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا بوسي. صباح الخير على والسعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. طب منينا ادينا الجو ايه؟ الجو لا الطقس معتدل، اعتقد ان احنا خلاص بدانا في درجات الحراره اللي هي يعني جو مشمس ودافئ يعني، بس يا رب ما يحررش عينا على رمضان، ده اللي انا بتمناه ان اول اسبوع من رمضان كده يكون الطقس يكون معتدل بالنسبه لنا. سالي دكتوره منار بقى. ان شاء الله. صباح على حضراتكم، ودلوقتي خلونا نبدا معاكم وجوله في احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم جولتنا من القاهره وتحديدا من شارع الموسكي اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه نسبيه. هنفضل ماشيين لحد شارع عبد العزيز، هناك هنلاقي برضه في كثافات مروريه. هنكمل جولتنا لحد ما نوصل لميدان طلعت حرب، هنلاقي في سيوله مروريه بتبدا تختفي لحد ما هنلاقي بعض الكثافات أمام المتحف المصري. لكن بالنسبة لكوبري أكتوبر اللي هيوصلنا لشارع رمسيس فهناك كثافات مروريه هتبدأ تختفي تدريجيا.
ومكملين معاكم جولتنا ونروح شوارع الجيزة. هنروح لشارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل وواصلة لحد طوابق، وكمان عند طوابق تحديدا في كثافات مرورية كبيرة هتبدأ تقل بعد ما نوصل لمحطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات، ولو رحنا لمحور الصفت فبيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. ومكملين معاك ورايحين الإسماعيلية، هلاقي طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق، لكن متجه إلى بورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية. ونروح لمحافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي إلى الجامعة في أيضا كثافات نسبية. وكمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا في أحوال المرور في معظم محافظات مصر، خلينا دلوقتي نستعرض معكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. في كمان نشاط للرياح على كافة الأنحاء أيضا على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29، وأقل درجة حرارة في مطروح 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. رحب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح. رئيس الوزراء التقى مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. كمان رئيس الوزراء شهد مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة الفاو في مصر. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، رئيس أركان حرب القوات المسلحة شاهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي، بالإضافة إلى أن مصر ما زالت تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة. تفاصيل الأخبار دي وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى شودينيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له. خلال اللقاء أكد مدبولي قوة العلاقة التاريخية والاستراتيجية اللي بتربط مصر بالفاو، حيث تعد القاهرة من أوائل الدول التي انضمت لعضوية المنظمة الأممية منذ تأسيسها في عام 1945. وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون الجاري بين مصر والمنظمة ضمن إطار عمل البرنامج الوطني الحالي للفاو في مصر اللي أوشك على انقضاء مدته، مثمناً أيضاً التوصل لاتفاق بشأن البرنامج الوطني الجديد حتى عام 2027 اللي تم توقيعه في أعقاب اللقاء بميزانية تقديرية تتجاوز 70 مليون دولار. كذلك شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة الفاو في مصر. وبيأتي برنامج عمل منظمة الفاو في مصر بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وبما يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية اللي بيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2 و3 مارس الجاري. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي اللي بينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وناقش الفريق أسامة عسكر القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة طبقاً للمتغيرات المختلفة خلال مراحل المشروع، مشيداً بالجهد المبذول والمستوى الراقي اللي ظهرت عليه كافة العناصر المشاركة وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.
أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة. وحيث نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع، فيما تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني. أما بالنسبة لجولة المحافظات، فمديرية العمل في محافظة الأليوبية وفرت 366 فرصة عمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى انطلاق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم ب 260 جنيه في محافظة بورسعيد. معنا كمان تنظيم 9 قوافل طبية مجانية لخدمة 9000 مواطن في سوهاج، وافتتاح المبنى الجديد للوحدة المحلية لمركز نجادة بقنا، وأخبار تانية هنستعرضها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن مديرية العمل بالأليوبية أعلنت توافر 366 فرصة عمل شاغرة ضمن نشرتها القومية للتوظيف لمطلع شهر مارس الجاري، واللي شملت عدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وبدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة بمرتبات مجزية بتصل ل 4500 جنيه. أيضاً مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد أعلنت عن مبادرة لتخفيض اللحوم البلدية لتصل ل 260 جنيه للكيلو، وبتستمر خلال شهر رمضان الكريم، وده ضمن مبادرات المديرية لتقديم سلع غذائية ولحوم بأسعار مخفضة للمواطنين. مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أكدت أنه تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على 9000 مواطن من خلال 9 قوافل طبية مجانية نظمتها مديرية الشؤون الصحية بسوهاج خلال شهر فبراير الماضي، وده داخل 9 قرى ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات الطبية. محافظة قنا افتتحت المقر الجديد للوحدة المحلية لمركز مدينة نقادة، وده على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، حيث يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حضاري لتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. استقبل مطار مرسى علم الدولي 40 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 123 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت حتى الجمعة المقبلة، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم. مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف أكدت أن إجمالي الحيوانات اللي تم تحصينها وصل ل 158 ألف، وده ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة. فاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقت الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. الجو هيكون بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره على أغلب الأنحاء. في النهاردة فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كمان في نشاط للرياح على كافة الأنحاء أيضا على فترات متقطعة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان يعني مفترض هيكون في نشاط للرياح، ممكن يكون مثير رمال او الاتربه، او هيكون معاه امطار، لسه هنعرف من حضرتك.
هو طبعا اليوم هيكون فيه مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحرارة. يمكن بالأمس بدأنا نشهد تراجع لقيم درجات الحرارة بعد الارتفاعات الملحوظة اللي كانت موجودة معنا الجمعة الماضية. اليوم أيضا قيم درجات الحرارة هتنخفض بمعدل درجتين عن الأمس، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده يعتبر المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام أو أعلى من المعدل بحوالي درجة. اليوم الطقس هيكون طقس دافي بشكل كبير في معظم المحافظات الشمالية، من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. من مائل للحرارة الحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فترات النهار خاصة مع وجود أشعة الشمس. لكن طبعا فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون بشكل تدريجي، بيكون ملموس أكثر في ساعات الليل متأخر فترات الصباح الباكر. ترجع تاني لأجواء من أجواء باردة أول ساعات الليل، لكن شديدة البرودة في ساعات الليل متأخر فترات الصباح الباكر، وخاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير. كمان اليوم ايضا في توقع للامطار، امطار هتكون امطار خفيفه على مناطق من السواحل الشماليه للبلاد اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، تكون طبعا على فترات متقطعه، مش هتمتد للقاهره. لا، ما فيش اي فرص سقوط امطار في المحافظات الداخليه، فقط السواحل الشماليه ومحافظات شمال الوجه البحري. اغلب المناطق الداخليه بما فيهم طبعا القاهره الكبرى مش هيكون عليها اي فرص لسقوط الامطار. كمان ايضا نشاط الرياح هيقل عن امس. النهارده نشاط الرياح موجود في اماكن محدوده من محافظات الوجه البحري، جنوب سيناء، ممكن يخلينا نحس ببعض البروده فترات المساء وساعات الليل، غير مثير لاي رمال واسبه. الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير، ويمكن اليوم ايضا كان في شبوره مائيه فتره الصباح الباكر، كانت شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي ايضا سرعان ما تلاشت مع سطوع اشعه الشمس. الاحوال الجويه على مدار هذا الاسبوع مستقره بشكل كبير، درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه ما بين 22 23 درجه مئويه عظمى على القاهره الكبرى فتره النهار. يمكن بس هو يوم الثلاث اللي ممكن نلاحظ ارتفاع في قيم درجات الحراره، هو ارتفاع مؤقت يوم الثلاث فقط، لكن باقي ايام الاسبوع الاحوال الجويه مستقره، فرص الامطار هتبقى فقط على السواحل الشماليه ومحافظات شمال الوجه البحري، مش هتمتد للمحافظات الداخليه. والشبوره طبعا هي الظاهره الجويه المؤثره فتره الصباح الباكر، اللي هناكد عليه مع كل الساده المواطنين عدم تخفيف الملابس، عدم تغيير الملابس الشتويه، ما زلنا في فصل الشتاء، ما زالت قيم درجات الحراره بين النهار والليل كبير، والبروده الشديده موجوده فترات الليل، تجنبها بس في نزلات البرد عدم تخفيف الملابس واستمرار ارتداء الملابس الشتويه، القياده تكون بهدوء تام فتره الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه، وطبعا نكون في متابعه مستمره للمسارات. اكيد. طيب قبل ما اختم مع حضرتك عايزه اسال حضرتك، يمكن بتقولي ان في امطار على السواحل الشماليه وخصوصا يعني مدن البحر المتوسط، هل ده بيأثر على الملاحه البحريه؟ لا تماما، مش هيأثر تماما على حركة الملاحة البحرية. سرعة الرياح على البحر هتكون معتدلة، لا تتجاوز ال 50 كيلو متر على الساعة، فبالتالي ارتفاع الأمواج هيكون على البحر المتوسط ما بين 1.5 إلى 2 متر، مؤهل أيضا مؤهل لكافة الأعمال الملاحة البحرية وأيضا البحر الأحمر. أكيد. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 23 الصغرى 13، العاصمة الإدارية 23 13، الإسكندرية 21 12، العلمين الجديدة 21 12، مطروح 19 10، دمياط 21 13، بورسعيد 21 14، إسماعيلية 24 12، السويس 23 13، العريش 21 11، كاترين 19 2، طابة 20 13، حلايب 25 18، شلاتين 27 18، شرم الشيخ 26 16، الغردقة 25 16، الفيوم 24 11، بني سويف 24 11، الوادي الجديد 27 9، أسيوط 25 10، سوهاج 25 11، قنا 27 12، الأقصر 28 12، وأخيرا أسوان 29 14. وبكده حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة وخلال الأيام القادمة. الطقس يعني شتوي معتدل، لكن من الليل الجو بيبقى فيه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فياريت ما نخففش الملابس خصوصا لأولادنا اللي رايحين المدارس في الصباح الباكر. هرجع مرة تانية لشاذلي بسنت علشان نكمل معاك فقرات صباحية مصر.
شكرا لك يا دينا. دلوقتي طبعا. مشاهدينا هنتابع مع بعض أهم وأبرز الأحداث اللي هتحصل النهاردة واللي هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتواصل وزارة الأوقاف قراءة كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم للإمام النووي عقب صلاة العصر مباشرة، بداية من باب في أداب الدعاء، وسينعقد المجلس الختامي بمسجد الإمام الحسين على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، من أهمها مباراة الزمالك مع أكاديمية سوار الغاني في تمام الساعة 9 مساءً، وفيوتشر مع الهلال الليبي في تمام الساعة 6 مساء. النهاردة والعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 27 من عمر الدوري الإنجليزي، هيلتقي بيرنلي مع بيرنموث في تمام الساعة 3 عصرا، وفي الخامسة والنصف مساء هيلتقي مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي. مؤسسة فاهم للدعم النفسي، هذه المؤسسة احتفلت امبارح بمرور سنة على إنشائها، وده طبعا بعد تدشينها وعملها على إطلاق 100 نشاط من بداية تأسيسها كأول مؤسسة مصرية للتوعية بالصحة النفسية وكسر وصمة العار عن المرض النفسي. موضوع مهم جدا، واحنا او كاميرا صباح الخير كانت في الاحتفالية امبارح ونقلت برنامج الحفلة، تعالوا نشوف زميلنا كريم بيبرز عامل هذا التقرير، تقرير مهم جدا. صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. الفترة الأخيرة كنا دايما بنسمع على السوشيال ميديا أو في الشارع دايما عن مشاكل الضغوطات النفسية والمشاكل النفسية، لكن مين عنده القدرة الحقيقية إن هو يواجه؟ لكن هل القدرة دي بتستدعي إن الواحد يروح يتعالج، ولا بتستدعي إن الواحد بس يتعالج مع ده مع نفسه أو يقرر إن هو يحل المشاكل دي مع نفسه؟ الحقيقة إن مؤسسة فاهم قررت إن هي تنزل تواجه المشاكل دي من المجتمع المصري، وابتدت تسمع للصوت ده من داخل المجتمع المصري، وحطت شعار مهم جدا بقاله سنة: اسمع افهم اتكلم. محتاجين نسمع الاول، محتاجين نفهم الكلام اللي احنا بنسمعه، محتاجين نتكلم عن مشاكلنا. الحقيقه الفرق بين المشاكل النفسيه والاضطرابات النفسيه والامراض النفسيه كمان، كل دي اكيد ليها حلول وليها طرق مختلفه بيشرحوها الاخصائيين المختصين بالصحه النفسيه والصحه العامه. النهارده بعد مرور سنه على مؤسسه فاهم، الاحتفاليه هنا موجوده فيها عدد كبير جدا من الوزراء، موجود فيها عدد كبير جدا من الاخصائيين والاطباء النفسيين اللي هيتكلموا معانا ويقولوا لنا ازاي نقدر نواجه مشاكلنا النفسية، لكن كمان ازاي نقدر نربط الدين بالمشاكل النفسية، ازاي نقدر نربط حياتنا بشكل عام بالمشاكل النفسية، وهل الإنسان فعلا سليم كامل، وهل العقل السليم في الجسم السليم ولا لا؟ يلا بينا نشوف سوا. الحقيقة طبعا المبادرة الدعم النفسي دي من المبادرات المهمة جدا جدا، لان احنا الحقيقة من خلال العادات والتقاليد الاجتماعية اللي احنا موروثة لينا وترسناها دايما بننظر نظرة مش كويسة للمريض النفسي، بنوصمه بوصف عار، ودي حاجة الحقيقة يعني بعيدة تماما تماما عن الفكر الصحيح. يعني طبعا الطب الحديث وضح لنا جدا ان هذه الامراض النفسيه كلها امراض عاديه جدا تحتاج الى علاج، وهذا العلاج زي اي مرض جسمي بيمر بيصيب الانسان، هي محتاجه علاج فعلا، محتاجه دعم نفسي. كل من قدم الدعم لهذا الشخص مع العلاج الطبي طبعا ده بيفرق كتير جدا. انا سعيده الحقيقه انه النهارده بنحتفل بمرور سنه على انشاء مؤسسه فاهم للدعم النفسي، 100 نشاط قدرنا ان احنا نعمله من خلال البروتوكولات الموقعه ما بين مؤسسه فاهم للدعم النفسي والحقيقه كل مؤسسات الدوله. القياده السياسيه مهتمه بملف الصحه النفسيه، عشان كده كان اول بروتوكول تعاون مع وزاره الصحه والسكان قدرنا ان احنا ندخل مستشفيات الصحه النفسيه، المعمورة، الخنكة، الدمرداش، العباسية بالتأكيد، سوهاج، كل ده كان مهم ان احنا نوصل لرسالة ان احنا مش خايفين من المرضى النفسيين، وده هدف المؤسسة ان احنا نكسر وصمة العار عن المرض النفسي. ايضا بروتوكولات وزارة الشباب والرياضة، الجامعات المصرية، مجلس القومي للمرأة، كل ده الحقيقة كان بيساعدنا في شغلنا. من اهم البروتوكولات طبعا الازهر والكنيسة، لانه احنا كشعب مؤمن سواء مسلم او مسيحي بنلجأ للشيخ للأسيس عشان نكلمه عن إحباطنا وحالتنا النفسية، فتوعية المشايخ وتوعية
توعيه رجال الكنيسه بموضوعات الصحه النفسيه ده كان مهم جدا. ايضا التوقيع البروتوكول مع وزاره التربيه والتعليم، دربنا 1500 اخصائي نفسي على ازاي ان هم يكتشفوا المرض النفسي داخل الاطفال، وازاي كمان ان هم يقولوا لاهاليهم اللي دايما بيرفضوا انه اولادهم يتقال عليهم ان عندهم تعب نفسي. الحقيقه وجودنا النهارده كلنا تكامل وتعاون وتشارك كلنا مع بعض، الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وكل مؤسسات مصر الغالية، كلنا بنحب نقدم نموذج كله عطاء وكله أثر، نسمع فيه بعض ونفهم فيه بعض ونتكلم فيه مع بعض. لأول مرة في مصر أشوف صوت مش بس صوت بيدعم حقوق المريض، لكن الصوت جاي من المجتمع، جاي من ناس يعني مثلا مروا بتجربة التعب النفسي، يعني مثلا أسر وناس بياخدوا بالهم وبيرعوا حد بالصحة النفسية، فالناس دي كلها ده الأمل اللي فيها، ده اللي هنشوفه في مصر إن شاء الله، لأن ده اللي بيغير الوضع. أبسط حاجة إنك أنت ممكن تدعو عاملين ولا أطباء في هذا المجال وتقول لهم يا جماعة اتكلموا، وياما في برامج وتلفزيونات من عشرات السنوات مش كده. تقدر بقى كمان تجيب ناس مروا بالتجربة دي، وكل ما الناس دي كان ليهم دور وواقع في المجتمع، فانت تبتدي تجيب ناس مشهورين او ناس سياسيين ويتكلموا تجربتهم. انا كان عندي حد في البيت عنده مرض الزهايمر وكنت برع اب ولا برع ام، دي واقع جامد قوي. الاعلى واعلى بقى، هات ناس من اهل الفن، هات يعني اصل اضطرابات نفسيه مش نادره، فاي حد هيكون اكيد في وقت ما في حياته حد قريب منه تعب. اعلى من اهل الفن بقى لو سمحتوا لي لعيبه الكوره، هم دول اللي ليهم الواقع على المجتمع، ولما حد بيتكلم على تجربته دي بيبقى ليها تأثير للمستمعين قوي جدا. فلازم الرسالة تيجي من المجتمع للمجتمع نفسه. الأول مرة في مصر أشوف صوت مش بس صوت بيدعم حقوق المريض، لكن الصوت جاي من المجتمع، جاي من ناس يعني مثلا مروا بتجربة التعب النفسي، يعني مثلا أسر وناس بياخدوا بالهم وبيرعوا حد بالصحة النفسية، فالناس دي كلها ده الأمل اللي فيها، ده اللي هنشوفه في مصر إن شاء الله، لأن ده اللي بيغير الوضع. دايما قبل شهر رمضان يمكن بتنطلق مبادرات كتيرة جدا ومعارض لسلع مختلفة بيتم تخفيض أو عمل تخفيض عليها، ويمكن شفنا امبارح أو تابعنا مع بعض المعرض أو المعارض اللي بتنفذها وزارة التموين، معارض أهلا رمضان اللي كانت موجودة في محافظات مختلفة منها الإقليمية والقاهرة وغيره. النهاردة هنتكلم عن وزارة الزراعة اللي افتتحت أكبر معرض للسلع الغذائية على مدار شهر رمضان الكريم ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا. ده بيشتمل المعرض على تخفيضات كبيرة جدا بتتراوح ما بين 25% ل40% يا شاذلي، وده رقم كبير جدا. صحيح، انت دلوقتي بتتكلمي عن الاستعدادات لشهر رمضان، كمان على مدار العام بيكون فيه بالفعل معارض موجودة وأماكنها ثابتة ومعروفة لكل الناس في كل المحافظات، فيها أسعار مخفضة، لكن بيكون الاستعدادات مكثفة شوية، المنتجات بتزيد، التخفيضات بتزيد كمان عشان شهر رمضان المبارك، طبعا بيكون فيه استهلاك عالي. كمان مبادرة خير مزارعنا لأهالينا بتطرح سعر اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو، ده طبعا تخفيضا عن كاهل وتخفيفا عن كاهل المواطنين في هذا الشهر. معنا على تليفون الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة عشان نتعرف منه على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المعارض. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير محمد، صباح الخير يا بسنت، صباح الخير على مصر كلها، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير دايما يا فندم. طيب لما نيجي نتكلم عن هذا المعرض، انتوا ازاي استعديتوا، ايه ابرز السلع والمنتجات الموجودة في هذا المعرض؟ معرض خير مزارعنا لأهالينا او مبادرة خير مزارعنا لأهالينا اللي تبناها معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة منذ حوالي 3 سنوات، وتركز او تتضمن ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية من خير أرض وزارة الزراعة، من خير أرض الدولة المصرية للمواطنين بشكل مباشر. وده يا محمد ربما اللي بيفسر إن أسعارنا بتكون أقل من بره، من زي ما سنت كده ما قالت من 20%، وبتصل في بعض السلع تخفيضات إلى 50% نظرا لأن ما عنديش حلقات تسويقية. 50%؟ ما عنديش تجار، ما عنديش وسطاء. بتصل ل 50% يا فندم؟ من 50% يا فندم. وبالتالي بحاول دلوقتي أسعار بعض السلع تمام اللي بتصل إلى 50%. احنا عند المبادره دي بتتركز على 3 محاور. المحور الاول منافذنا الثابته اللي اصبحت موجوده في كل محافظات مصر، موجوده في شلاتين، موجوده في مرسى علم، موجوده في اسوان، موجوده في الدلتا، موجوده في مطروح. عندنا 274 منفذ ثابت موجودين بشكل مستمر بيضخوا كميات كبيره جدا في المواد الغذائيه ذات الجوده العاليه وباسعار تنافسيه الى كل اهالينا واهل مصر على مدار العام. موجود عندنا كمان 33 منفذ متحرك بيجوبوا المحافظات
بينتشروا في الاسواق وينتشروا في المناطق ذات الكثافه السكانيه المرتفعه، بيتواجدوا امام الاحياء، بيتواجدوا امام المحافظات. وكنا اخيره بسنت في محافظه شمال سيناء، وكان معانا 45 سياره متنقله، واستمرت القافله في شمال سيناء لمده يومين. طرقنا ابواب كل القرى العائده، طرقنا ابواب الشيخ زويد ورفح والحسنه وبير العبد وكل ونخل وكل مدن شمال سيناء. النهارده احنا بالامس تفضل معايا الوزير السيد القصير يرافقه السيد محافظ الجيزه بافتتاح اكبر معرض على مستوى مصر لعرض وبيع السلع الغذائيه باسعار تنافسيه، بدات من 20% تخفيضات ووصلت بعض السلع الى حوالي 50%، والسلع ذات جوده عاليه، وبركز على الحته دي ذات جوده عاليه. والسبب في انخفاض الاسعار زي ما قلت، ما عنديش حلقات تسويقيه، ما عنديش تجار، ما عندوش وسطاء، وبالتالي من المزرعه راسا الى المواطن. عند اللحوم البلدي يا استاذ محمد ب 300 جنيه، دي رؤوس مربعه في مزارع الانتاج الحيواني في وزاره الزراعه. عند الكبده البلدي 300 جنيه، عندي الدواجن المبرده ما عنديش في المعرض اي لحوم مجمده نهائي، عندي الدواجن المبرده ب 100 جنيه كيلو و10 جرام، عندي السكر ب 27 جنيه، عند الرز ب 27 ونص، عند البصل ب 10 جنيه، عند البطاطس ب 5 جنيه، عندي اكثر من 200 سلعه داخل المعرض. كل السلع دي بتباع زي ما قلت تخفيضات من 20% وبتصل الى 50%. عند الاسماك البلطي درجه اولى من مزارع الانتاج السمكي التابعه لوزاره الزراعه وجهاز تنميه البحيرات، دي بتنباع درجه اولى ب 70 جنيه، درجه ثانيه ب 60 جنيه، درجه ثالثه ب 50 جنيه. عند البوري وعند مشتقات البوري وعند كل الاسماك من نوعيه البلطي وعائله البلطي وعائله البوري. اذا عند البرتقال كمان اللي الناس بتستخدمه كعصير والبرتقال ابو سره، كل ده بينباع بره ب 30 جنيه للشبكه فيها 2 كيلو، انا عندي الشبكه كلها بتباع ب 10 جنيه 2 كيلو، بما يعني ان الكيلو 5 جنيه 8 جنيه تقريبا. طيب احنا كده بنقول ان اللحوم 300 جنيه، السكر 27، الاسماك من 70 ل 50 جنيه. تمام. الدواجن عشان بنهتم بالمواطنين، الدواجن بتصل بليلة 10 جنيه، وهي الفرخه اللي وزنها كيلو و10 جرام. انا عايز اقول ان وزاره الزراعه بتنتم مستمره في تقديم هذا الدور الايجابي، وزاره الزراعه مستمره مع اقراننا ومع شركائنا في التنميه في دعم المواطنين، مستمرين في رفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مستمرين في التوسع في انشاء المنافذ الثابته والمتحركه تنفيذا للتكليفات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزياده نسب التغطيه على مستوى مصر عشان ينعم الكرة والنجوع بخير الدوله المصريه. بحب اكد ان المواطن المصري هو في ذهن وفي قلب وفي عقل السياسيه وفي عقل دوله الرئيس. كل القرارات اللي صدرت مؤخرا بتصب في مصلحه المواطن، بتهتم بالمواطن، بترفع حالته، بتعطيه قدره على الحمايه الاجتماعيه لمواكبة الظروف الطارئه اللي بيمر بها العالم. وان شاء الله الدوله المصريه بخير وامان، وكل سنه كل شعب مصر بخير. وحضرتك بالف خير. طب مده المعرض مستمره كام يوم؟ المعرض ممتد شهر و10 ايام تقريبا 40 يوم من امبارح لحد نهايه شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بيفتح ابوابه من الساعه 10 الى 10 صباحا حتى العاشرة مساء. احنا موجودين هناك بشكل مستمر عشان نستمع للناس وعشان نسمع ارائهم ونحل اي مشكله ممكن تنشا، وبعدين نحقق ما يسمى بالرضا الاجتماعي لدى بعض المواطنين في مصر. هذا المعرض بيخدم منطقه الجيزه والقاهره والقليوبيه. هذا المعرض به 77 منفذ. هذا المعرض مقام على مساحه 1500 متر تقريبا، بيعد من اكبر معارض السلع اللي قيمت في مصر في الفتره الاخيره. احنا مستمرين في تقديم هذا الدعم، مستمرين في تقديم هذه المساعده، مستمرين في الوقوف صفا الى صف مع المواطنين، وان شاء الله القادم احلى واجمل ان شاء الله. طيب دكتور سعيد، اعتقد الموضوع محتاج متابعه من قبل حضراتكم للتاكد من توافر السلع وبنفس الاسعار المتفق عليه، هل هيكون في متابعه ورقابه؟ استاذ محمد والله ده سؤال محترم جدا. معالي الوزير وجه بالامس باربع حاجات مهمين جدا، ضخ كميات كبيره من السلع والمواد الغذائيه. اثنين، ان تكون هذه السلع ذات جوده عاليه. ثلاثه، ان يحدث ثبات في الاسعار وضبط واتزان اسعار اللي احنا اعلناها للمواطن وقلناها للمواطن دلوقتي وقلناها في التلفزيون دلوقتي المواطن يروح يلاقيها. ثلاثه، فرض رقابه شديده على جوده السلعه وعلى السعر المعروض. احنا يعني هذه المبادره جاءت يا استاذ محمد لتلبيه رغبات المواطنين، لتخفيف ودعم المواطنين بشكل مباشر وشكل حقيقي. اعتقد المواطن المصري يعني ذواق وعنده ثقه كبيره جدا في منتجات وزاره الزراعه، والحمد لله يا رب بقى لنا خمس سنين النهارده السنه الخامسه في عمر هذه السنه الثالثه في عمر هذه المره والنسخه الخامسه في عمر هذا المعرض. النهارده شعرنا على حب مصر نلتقي، كلنا كمصريين كلنا وطنيين، وان شاء الله بنستطيع في الفتره اللي جايه ان احنا نحقق الرضا الاجتماعي لدى المواطن. عظيم، كل الشكر لحضرتك الدكتور سعيد صالح مستشار
وزير الزراعة، وزي ما حضراتكم تابعتوا من خلال كلام الدكتور سعيد أن كل حاجة متوفرة في منافذ وزارة الزراعة، والتخفيضات بتصل من 25% إلى 40%. رقم كبير جدا يا شاذلي، وتخفيضات كبيرة قوي على اللحوم والأسماك وحتى الفواكه كمان. ف يعني بنقول المواطنين روحوا منافذ البيع لوزارة الزراعة، ويعني الأسعار هنا بقى هيبقى عليها رقابة، ودي أهم حاجة. صحيح. طيب نروح لموضوع تاني ونتكلم عن عروض مميزة انطلقت فعاليات فيها، وهي مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور ومعرض خيرات رمضان بالقاهرة اللي بيتم تدشينه بمشاركة أكتر من 100 عارض، وكمان بيشارك هذا العام الاتحاد العربي للتمور لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. أنا بروح على فكرة يعني بجد؟ بس السنة اللي فاتت يمكن ما رحتوش، بس بروح على طول كل سنة مهرجان التمور. احنا معنا على التليفون عشان نعرف تفاصيل أكتر الدكتور محمود حسن رئيس مهرجان التمور. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين. يا اهلا بحضرتك. استعداداتكم كانت عامله ازاي لشهر رمضان من خلال توفير كل انواع التمور واسعارها كمان؟ والله الحمد لله للسنه الرابعه التوالي بينطلق مهرجان القاهره الدولي للتمور في حديقه الحريه في الزمالك. يعني كان استعداد السنه دي ضخمه جدا، وعملنا جولات كبيره في الاربع محافظات الكبرى المنتجه للتمور في مصر اللي هي الجيزه اللي بينتمي لها الواحات البحريه، ومحافظه مطروح وسيوه، ومحافظه الوادي الجديد، ومحافظه اسوان. دي يعني اكبر محافظات منتجه للتمور في مصر، عملنا فيها جولات ميدانيه وقابلنا المنتجين والمزارعين، والحمد لله كلهم ممثلين في المهرجان السنه دي بقوه، مع اكثر من 133 عارض السنه دي، بالاضافه للعارضين من السعوديه ومن ليبيا ومن تونس، سوري، من الجزائر ومن الاردن. فالحمد لله المهرجان السنه دي فيه زخم كبير جدا عن كل سنه. طيب يعني ايه ابرز الجهات اللي بتقوم بتنظيم فعاليات المعرض بجانب يعني ديوان محافظه القاهره يا فندم؟ الحمد لله المعرض بيقام كل سنه برعايه وزاره الزراعه ووزاره التجاره والصناعه، والسنه دي كمان حظينا برعايه وزاره التنميه المحليه اللي قدمت حاجه مميزه جدا السنه دي في المهرجان، وهو معرض ايادي مصر المختص بالحرف اليدويه، واللي كان مركز قوي في المهرجان التمور على الحرف اليدويه من مخلفات النخيل او من يعني منتجات النخيل الاخرى غير التمور. فدي كانت يعني حاجه برضو مميزه السنه دي في المهرجان، بالاضافه لرعايه الساده المحافظين محافظ الوادي الجديد ومحافظ مطروح ومحافظ اسوان وطبعا محافظ الجيزه. طيب هو المهرجان ده يا فندم انتوا السنه دي في الزمالك، واللي قبلها برضو كنتوا في الزمالك، لكن قبل كده ده اللي كان في الاورمان مظبوط؟ بالظبط يا فندم، بس زي ما حضراتكم عارفين اللي حديقه الاورمان دخلت في مرحله تطوير، فالسنه دي احنا في حديقه الحريه، هو اللي كان بيتعمل في الاورمان فعلا. عظيم. طيب بالنسبه بقى للمهم، ايه هي الانواع الموجوده واسعارها ايه؟ شعارنا السنه دي هو اكتشف تمور مصر. احنا عندنا في مصر 75 نوع من التمور، معظمها موجوده في المهرجان من شمال مصر لجنوبها، والاسعار بتقل عن السوق المحلي مش اقل من 30%، وده بشهاده الجمهور بصراحه مش شهادتنا. يمكن لو حضرتك تفضلت انقسام حضرتك بتدور المهرجان هتشوف الحمد لله الكميات اللي الناس بتشتريها لنفسها ولاهلها ولحبايبها، وده يعني العام الرابع على التوالي بنشوف الموضوع ده، وفخورين بيه جدا ومبسوطين ان المهرجان فعلا يقدر يقدم التمور بالاسعار دي وينشر ثقافه التمور بين المصريين طول السنه. انا كمان كنت بشوف برضو من ضمن الحاجات المعروضه مش تمور فقط، يعني كان بيكون فيه كمان كان فيه توابل، يعني اخواتنا اللي جايين من اسوان كان بيكون معاهم بقى الحاجات الكركديه والحاجات اللي هي المعروف ان احنا بنستهلكها في شهر رمضان بتكون موجوده وباسعار كمان. يعني هنتكلم عن الجوده، فهي طبعا جوده عاليه جدا، لا بنتكلم كمان على ان اسعارها اقل من السوق الخارجي. الحقيقه ان المنافسه هي بتخلق الجوده، وهي بتخلي برضو السعر يبقى مظبوط. كل ما يبقى في عندك عارضين من جهات مختلفة، كل واحد بيحب يقدم أفضل ما عنده، وفي نفس الوقت بيقدم أحسن سعر يقدر يقدمه. عشان إيه بقى الأسعار يا فندم؟ يعني كلمنا عن الأسعار، طبيعة الأسعار اللي بتبقى تقدمها يعني عاملة إزاي؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن أنت ممكن يعني تشتري 3 كيلو تمور من أول 100 جنيه ل 3 كيلو. 3 كيلو. فده سعر ممتاز جدا بالنسبة للأسواق دلوقتي. يعني الكيلو ده اقل من 35 جنيه.
نوع ايه ده يا فندم؟ ده سيوي او صعيدي. معانا طيب. الحد بقى المجدول يعني ما عندك أيوة. من اول 35 جنيه لحد 500 جنيه كيلو. ده الخشاف ده اللي بيتعمل مع الخشاف مظبوط؟ لا المجدول ده صنف مطلوب عالميا. ده اللي زي الرطب ده. ايوه ما ده اللي زي الرطب يعني هو نصف جاف ما ان التمور في جاف ونصف جاف وفي رطب. ده النصف جاف. طب ابرز بقى المحافظات يا فندم اللي بتشارك يعني في اطار هذا المعرض؟ طبعا محافظه الوادي الجديد من اكبر محافظات المنتجه للتمور. محافظه الوادي الجديد بتنتج التمور النصف جافه زي السيوي والمجدول وبعض الاصناف الاجنبيه اللي توطنت في مصر دلوقتي زي العنبره وعجوه المدينه والسقعي. ومحافظه اسوان بتنتج الاصناف الجافه اللي احنا دايما بنستهلكها بالذات في رمضان زي الملكابي والبرتمودا والسكوتي. دي اصناف جافه تماما عشان طبيعه الجو جاف وحار في اسوان فبنقدر ننتج الحاجات دي في اسوان. وعندنا كمان الاصناف الرطبه اللي بتطلع من شمال مصر زي مطروح وسيوه كل ده موجود. وطبعا محافظه الجيزه مهمه جدا لان فيها الواحات البحريه برضو بتنتج اصناف مميزه من التمور. هايل. نشكرك دكتور محمود حسن رئيس مهرجان التمور. كل الشكر ليك وكل سنه وانتم طيبين. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لأهم الأخبار مع دين. شكرا لك شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية السياحة العلاجية حول العالم، مشيرا إلى أن أسواقها العالمية تتجاوز قيمتها الناتج المحلي الإجمالي لدول عملاقة مثل اليابان والهند. وخلال كلمته في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية تحت رعاية الرئيس السيسي، أشار مدبولي إلى عبور ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية وسفرهم إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعد مجالا خصبا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن نمو الطلب على السياحة العلاجية يأتي نتيجة للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل. استشهد 14 فلسطينيا بينهم 6 أطفال ونساء وعدد من المفقودين إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية بإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من 3 طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح. وفي خان يونس نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية شمال خان يونس بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج محمد وإطلاق القذائف على منازل الفلسطينيين. تلتقي كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض يوم الاثنين مع بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض لرويترز إنه من المتوقع أن تتناول المحادثات موضوعات من بينها الحد من الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين وتأمين وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة وزيادة المساعدات للقطاع. وأوضح المسؤول أن هاريس ستعبر عن قلقها بشأن سلامة ما يصل إلى 1.5 مليون فلسطيني في رفح. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 إبريل المقبل. وقالت الوكالة إن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 15 فبراير بحل المجلس. وكانت الوكالة قد ذكرت أن المرسوم الأميري بحل المجلس استند إلى ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه كان من الممكن تجنب مقتل عدد من الضحايا من بينهم طفل ورضيع عمره عامان في هجوم بطائرة مسيرة روسية لو لم تواجه أوكرانيا تأخيرات في تسليم إمدادات الأسلحة. وأضاف زيلينسكي أن روسيا تواصل قتال المدنيين، مضيفا أن إحدى مسيرات روسيا أصابت مبنى سكنيا في أوديسا ودمرت 18 شقة. فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المؤتمرات الانتخابية للحزب الجمهوري في ميشيغان، حيث عانى الحزب من خلافات داخلية خشي بعض الجمهوريين من أن تضر بحملته في الولايات الأمريكية الحاسمة. وتمثل ميشيغان ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر. وفاز ترامب أيضا في ولاية ميزوري وفقا لتوقعات وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. وتغلب ترامب في كلتا الولايتين على نيكي هايلي آخر منافسيه المتبقين على بطاقة الحزب الجمهوري. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. طبعا هو من المؤكد انه الصيام بشكل عام وفي رمضان تحديدا بيكون صحي مدة طويلة، طبعا بنصوم 30 يوم متواصل وده صحي للجسم، لكن في بعض الناس من اصحاب الامراض المزمنة بيبقى عايز يصوم، حابب انه يصوم، مش عايز انه هو يفطر. وطبعا في ناس عندها سكر، في ناس عندها بعض الامراض في الدم، في ناس عندها ضغط، في ناس عندها القلب وغيرهم، دول بيبقوا عايزين يصوموا، لكن من الممكن انه الصيام يؤثر عليهم بالسلب. لازم طبعا يستشيروا الدكاترة اللي بيتابعوا معاهم باستمرار. وبالمناسبة يا بسنت، بعض الناس بيرجعوا لدار الإفتاء يسألوهم نصوم ولا نفطر، فتلاقي اللي بيرد عليهم من دار الإفتاء يقولهم إيه، اسأل الدكتور بتاعك هو أكتر واحد عارف أنت ممكن تصوم أو لا. حقيقي يعني مضاعفات شوية ممكن تحصل ناس أصحاب الأمراض المزمنة ممكن تبقى أضرارها شديدة شوية. عشان كده النهاردة هنسأل أسئلة كتيرة قوي، أنه أول حاجة إزاي صاحب الأمراض المزمنة أو اللي عنده مرض مزمن إزاي يتعامل مع الصيام، هل يجوز لي الصيام ولا لأ، هل في حاجة معينة يقدر يعملها قبل الصيام في السحور مثلا تديله طاقة بقية اليوم وتقدر أن هي تسنده. كل الأسئلة دي هنعرف إجابتها من خلال ضيفتنا اللي منورانا النهاردة في الاستوديو، دكتورة ريهام صفوت استشاري التغذية العلاجية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكم. صباح أهلا بيك. صباح الخير، كل سنة وأنتم طيبين وحضرتك طيبة. نتكلم عن أصحاب الأمراض المزمنة زي السكر، الضغط، ناس كتير قوي عايشة بيهم يعني ما عندهمش مشكلة وبيصوموا بيشتغلوا بيعملوا كل حاجة، لكن في بعض الحالات هنتكلم قلة من الحالات عندها يمكن بتتعب قوي من الصيام، بيقولوا عليهم يعني بيفرهدوا أكتر. فإيه الحالات اللي يعني ليهم تفاصيل كده لوحدهم لما يجوا يصوموا ليهم حاجات معينة يقدروا يعملوها أو يمكن ما يصوموش خالص؟ طيب إحنا أهم حاجة بنتكلم عليها واللي ليها قاعدة كبيرة أو عدد كبير هو مريض السكر. فخلينا نتكلم على انه في عندي نوعين من مرض السكر، عندي نوع السكر من النوع الاول، السكر من النوع الاول، وده اللي بيعتمد في علاجه على الانسولين. يعني ايه؟ يعني البنكرياس بطل يفرز انسولين، وده طبعا جيني او وراثي او بسبب اسباب بتحصل من الطفوله. هل في الحاله دي انا اقدر اصوم؟ اكيد لا. ليه؟ لانه انا معتمد على اني باخد جرعات معينه من الانسولين على مدار اليوم، ولازم الانسولين ده يكون مصحوب باكل، او في ناس حاطه مضخات انسولين بتركب دلوقتي مضخه الانسولين وبتبقى معتمده عليه طول النهار، وبالتالي لازم برضو ياكل وجبات بما يتناسب مع الانسولين اللي بيتاخد. طيب ايه اللي هيحصل لو المريض ده صام وصام على يعني من نفسه من غير استشاره الطبيب؟ هيبدا يحصل هبوط في سكر الدم، ثم هبوط سكر الدم ده يؤدي إلى أن الجسم يبتدي ياخد الطاقة بتاعته من الدهون، يبتدي يحصل حاجة اسمها كيتون بوديز أو أجسام كيتونية، تبتدي تعدي المخ وتتسبب في غيبوبة السكر اللي هي ممكن تؤدي بحياة هذا الشخص. يبقى إذن أنا ما أقدرش أني أصوم هذا الشخص لأنه بياخد إنسولين، معتمد على إنسولين، وما ينفعش نهائي أنه
يصوم إلا باستشارة الطبيب، اللي أكيد هيقول له برضو بنسبة 99% إنه لا ما يصومش. نيجي نتكلم على النوع الثاني وهو ممكن بس اقف عند حته معينه. طب احنا عارفين مرضى السكر هي ليها درجات، في درجه اولى ثانيه. هي مش درجات، هو انواع. طيب الانواع بالظبط، حضرتك بنتكلم هنا على انهي نوع؟ ده النوع الاول، مريض السكر من النوع الاول والذي يعتمد اعتماد كلي على الانسولين. البنكرياس بتاعه ما بيفرزش انسولين. طيب النوع الثاني بقى، مريض السكر من النوع الثاني اللي لا يعتمد على الانسولين، ما هو مريض السكر من النوع التاني ده بقى هو ده اللي بتدرج. يعني بيبدا الاول بمقاومه انسولين، ثم مقاومه الانسولين تبتدي تبقى مريض سكر صريح من النوع التاني، ثم بعد كده يبتدي البنكرياس يستنفذ الانسولين اللي هو بيفرزه، يبتدي يعتمد على الانسولين فيما بعد. وفي ناس بتعتمد على الانسولين من الاول على حسب طبعا درجه المرض. طيب ده مريض السكر من النوع الثاني الغير معتمد على الانسولين، في علاجه الصيام يؤثر عليه ايجابيا، وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نصوم. لانه معظم مرضى السكر من النوع الثاني، معظمهم مش هقول كلهم، نسبه كبيره، بيبقى السكر ده طبعا بسبب السمنه. والسمنه من الحاجات اللي بتعالجها زي ما احنا بنقرا كلنا الصيام المتقطع. الصيام المتقطع جايبينه من فكره الصيام وفوائده والتاثيرات الهائله اللي حصلت على الدهون الداخليه، دهون الحشويه او الفيسرال فات، وتاثيره على الكوليسترول بتاع الدم، وتاثيره على الكلى. كل الكلام ده طلع منه فكره الصيام المتقطع. فحضرتك متخيل انه المريض السكر من النوع الثاني الغير معتمد على الانسولين ده بيتحسن جدا 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 بالصيام، وبيأثر عليه بصوره ايجابيه بشكل عظيم جدا. لكن ليه شروط. ايه شروطه بقى؟ ان هو سكر عنده على طول، يعني هنقول متوازن او متزن، يعني ما فيش لا السكر بيعلى قوي ولا السكر بيقل قوي في خلال الثلاث شهور اللي قبل الصيام. تاني حاجه هقول له قيس سكرك قبل السحور، قيس سكرك اول ما تصحى من النوم، قيس سكرك كل ساعتين لحد الفطار. لكن لو حسيت ان في هبوط حصل، الهبوط اللي هيحصل ده مش زي السكر من النوع الاول، يعني مش هيدخله المستشفى او ممكن ما يتسببش في غيبوبه، لكن لازم يقيس سكره، لانه لو حصل نقص في السكر او حصل زياده في السكر يبقى هو لازم ساعتها يفطر ويبطل الصيام. تمام؟ تمام. طيب احنا بناخد أدوية، هل الأدوية دي ممكن أأجلها فترة بعد الفطار؟ برضو ده يسأل في ذلك الطبيب المعالج، لأني لو أقدر أأجلها بعد الفطار أوكي، أو باخد جرعة واحدة من الدواء بعد الفطار مفيش مشكلة. لكن لو أنا بضطر أن أنا أخد جرعات على مدار اليوم ومضطر أن أنا أعمل كده، يبقى برضو أنا مش هقدر أن أنا أصوم. طيب احنا اتكلمنا عن السكر بالزبط بالنوعين، اللي هو الأول اللي ده ما ينفعش يصوم بالزبط خالص، ده اللي بياخد انسولين، والنوع الثاني اللي ممكن يصوم لكن لو حصل اي حاجه يرجع للطبيب. طيب وفي كمان حاجه مهمه جدا، انه في ناس مرضى من النوع الثاني لكن بيمارسوا الرياضه، فلازم ابقى فاهم انه الرياضه بتاعتي افضل كتير قوي ان انا اعملها بعد الفطار بساعتين، بحيث انه اكون كلت واقدر كمان ان انا اشرب، حاله الهايدريشن او الترطيب بتاعت جسمي تبقى مظبوطه، اقدر ان انا اكل وجبه بعد التمرين بتاعي، فما ما ما اذيش جسمي او ما اضطرش ان انا يبقى فيه حالات من التعب او المضاعفات. طبعا في مرضى برضو من السكر عندهم مضاعفات خاصة بالقلب والشرايين والكلى، ودول برضو ممنوع انهم يصوموا. طيب احنا هنروح بقى اصلا اصحاب الامراض الاخرى بقى، اللي هي اللي عنده القلب وعنده مشاكل في الضغط. انا حبيت ابدا بمرض السكر لانه مرض السكر اشهر حاجه وليه قاعده كبيره جدا ولازم يبقى عارفين مشاكل. طيب نتكلم على مريض الضغط العالي. برضو مريض الضغط العالي ممكن الصيام يفيده بشكل كبير، وممكن الصيام كمان ينظم الضغط بشكل كبير، لكن ليه شروط. ايه هي الشروط؟ اجي بعد الفطار ما اكلش وجبات فيها صوديوم او ملح كتير، لازم اقلل من استخدام الصوديوم. والناس لازم تبقى فاهمه انه الصوديوم ده مش معناها ان انا امسك الملاحه واعمل كده فانا هقلل من ده، ابدا. المواد الحافظه دي كلها طبعا صوديوم، المشروبات الغازيه، المشروبات اللي هي العصاير بقى اللي هي المحفوظه،
لازم اخلي بالي كويس قوي من قصة شرب المية، لان انا محتاجة دايما انه يبقى شرب المية مظبوط، وده هيساعد انه الضغط برضو يبقى مظبوط. ازود الحاجات اللي فيها بوتاسيوم خصوصا قبل على السحور، يعني ممكن اخد موزة مثلا على السحور، ممكن اخد مشمش مجفف، الحاجات دي هتساعدني على عدم الاحساس بالعطش، وكمان هتساعد على انه اظبط المعادن اللي موجودة في جسمي بصورة مظبوطة. يبقى إذا أنا مريض الضغط هستشير الطبيب بتاعي، ولو قال أوكي أصوم لازم أخلي بالي أنه الأكل بتاعي ما يبقاش فيه أملاح كتير، أخلي بالي كمان من السكريات عشان الكوليسترول الضار والشرايين، أخلي بالي كمان من ضغطي أثناء نهار رمضان عشان ما يحصلش تذبذب فيه، ولو حصل برضو تذبذب فيه بقى لازم أقطع الصيام وأكمل وأشوف بقى أنا هكمل الأيام التانية إزاي. طب أصحاب الضغط الواطي؟ أصحاب الضغط الواطي مهم جدا ان هم يظبطوا مواعيد الاكل بتاعتهم على الفطار. يعني انا النهارده هاخد وجبه، الضغط الواطي ده بسبب ايه؟ ده اول حاجه لازم ابقى فاهمه انا باخد. خلينا نقول في ناس عندها انيميا، في ناس ده طبيعتهم يعني. ما هو انا عندي انيميا يبقى انا بستمر على العلاج بتاعي مظبوط، باخد وجبه الفطار، باخد سناك في النص او اتنين سناك، باخر السحور على قد ما اقدر. دول بالنسبه لهم الصوديوم عادي؟ ما الصوديوم ممكن يكون على فكرة الصوديوم بتاعهم برضو مش مظبوط، وممكن يكون واطي أو ممكن يكون نورمال، فأنا مش محتاج، ممكن ما يكونش الموضوع موضوع صوديوم أو بوتاسيوم هو أو معادن، هو ممكن يكون موضوع سبب في الجسم هو اللي متسبب في الضغط الواطي، أو ممكن يكون طبيعة الجسم. خلي بالك إن الجسم بيعمل ريسات، يعني أنا الضغط بتاعي الطبيعي مثلا 110 إلى 70، تسمع الكلام ده، هو فعلا هو الجسم بيعمل ريساتنج على النورمال بتاعه، فممكن أما يجي يوطى عن كده أحس بيه، لكن لما يجي يعلى ال 120 80 إن هو النورمال يحس إن هو تعبان أو يحس إن هو مسطح. طيب بعض الناس بيكون عندهم مشاكل في العامل رقم 5 في الدم المتسبب عن تكوين الجلطات. ودول بيحتاجوا ان هم بالاضافه ان هم ياخدوا ادويه للسيوله يشربوا ميه باستمرار. طبعا مهم جدا. احنا الفكره كلها لازم الترتيب الكويس، انا ممكن اشرب ميه كويس ما بين الفطار والسحور، ده يعني هاخد الميه اللي انا محتاجاها حسب بقى الوزن الجسم. لو قلنا مثلا وزن الجسم 70 انا محتاجه 10 كوبايات ميه، فهوزعهم ما بين الفطار والسحور. وغلط جدا ان انا اشرب كميه ميه كبيره على السحور والاقي نفسي بدخل الحمام طول اليوم، ده غلط. لا، لازم الميه تتوزع على مدار يعني اليوم. دول يقدروا يصوموا لو عمل اللي حضرتك بتقولي عليه ده، اللي هو من الفطار للسحور بيشربوا ميه مقسمين مية. ونقلل برضو الحاجات اللي فيها صوديوم ونزود الحاجات اللي هي فيها بوتاسيوم. لكن طبعا برضو حسب الطبيب المعالج، لكن احنا بندي ارشادات عامه كل حاله بالظبط خاصه اكتر ازاي هو يقدر يصوم ويصوم بطريقه صحيه وما فيهاش مشاكل. طيب دكتور، لو بنتكلم بشكل عام زي ما احنا بنتكلم دلوقتي عن مرضى السكر والضغط سواء العالي او الواطي، كلنا في رمضان بعد الفطار بناكل الحلويات الشرقيه الدسمه جدا، كنافه بالمانجا، كنافه بالفراوله، القطايف دسمه بقى. طبعا القطايف دسمه اكيد. فتلاقي كلنا بنتجمع بعد الفطار ونقعد ناكل وجبه تانية وهي وجبه الحلويات. قد ايه وجبه الحلويات ممكن تبقى مضره لصاحب السكر درجه اولى وضغط واللي ضغطه عالي؟ هو طبعا احنا اما نيجي نتكلم على الوجبات الحلويات الشرقيه، احنا بنتكلم على دهون مع سكر وليس سكر فقط، والدهون دي دهون ضاره، لان مثلا القطايف دي حاجه مقليه في الزيت. طب ما انا ممكن اقلل على فكره غير السعرات بتاعتها، اقلل كمان الزيت او الدهون اللي هي معموله بيها، اكلها نيه، انا ادهنها واحطها في الفرن او احطها في دلوقتي حاجات كتير اير فراير. بجد دلوقتي بيعملوها نيه حلو قوي بجد. يعني في كذا طريقه وبتطلع حلو، او ممكن احليها بعسل يبقى برضو أقل شوية أو أقل ضررا من وجود كمية سكريات ودهون كتير. هو أكيد هتضر بمريض السكر من النوع الأول، لأن دي كمية سكر من السكريات البسيطة اللي داخلة الدم مرة واحدة بصورة كبيرة جدا. أنا ما باجي أختار لازم أختار النشويات بتاعتي نشويات معقدة ما توصلش الدم بسرعة، توصل الدم بتدريج، ما ترفعليش سكر الدم. طب ندي بدايل، لأنه خلينا نبقى صراحة كلنا هنبقى عايزين بعد الفطار ناكل حاجة حلوة.
طيب مريض السكر اللي بياخد انسولين مفروض ان هو يبقى عارف هو مثلا خد قطيفاية فهو هيزود الانسولين بتاعه بقدر القطيفاية دي او الاثنين بس طبعا مش بكمية كبيرة عشان ما بناكلهاش بالواحدة بالضبط لكن لازم نخلي بالنا من جرعات الانسولين اللي احنا بناخدها قدامها. تاني حاجة لو أنا مريض ضغط أو مريض كوليسترول عالي أو مريض قلب أو شرايين لازم برضو أخلي بالي لأن دي دهون عالية جدا فيش مشكلة إن احنا ندوق لكن المشكلة بقى في كتر الكميات مش حاجة ممنوعة على فكرة حتى مريض السكر مفيش حاجة ممنوعة عليه لكن التقنين والكميات ده اللي مهم جدا. طيب نيجي بقى للأصحاء في بعض الأصحاء بيعاني من إجهاد شديد أثناء الصيام ده ممكن يكون سببه إيه وإزاي يتعامل معاه في الفترة اللي هي ما بين الفطار والسحور؟ هو الإجهاد الشديد بيحصل نتيجة أكل عشوائي بمعنى إن أنا باخد كل حاجة في نفس الوقت. كنت ناوي أقول أنا بس إحنا سكت الحمد لله سكت. يعني إحنا بنتكلم على إنه إحنا بنبدأ بتمر باللبن وبعدين مثلا بناخد طبق شوربة وبعد كده بناخد مثلا بروتين ونشويات بكميات مظبوطة وبعدين بستنى مثلا ساعتين الجسم بيبقى هضم الاكل اتهضم ببتدي ان انا اخد حاجه صغيره حلوه. اللي بيحصل غير كده خالص هو مشروبات رمضان بكميات سكر عاليه فيها الاكل بتاعنا طبعا منافسات على السفره في رمضان كلها دهون وكريمه وبعدين بعد كده نختم بكميه سكريات عاليه جدا اكيد الانسولين عالي جدا في الجسم واكيد البنكرياس عمال يفرز كم من الانسولين الرهيب يبتدي الجسم يحس ان هو مش قادر موخم حتى ما حد بيصلي مثلا التراويح او كده تلاقيه نايم في الصلاه مش قادر فعلا يرفع دماغه وبعدين ممكن ما يتسحرش على فكره لا هو احنا مطلوب مننا ان احنا نتسحر والسحور بركه وبركه لليوم عشان يقدر يمارس كل يومه بتركيز فانا النهارده لو خليت الاكل بتاعي معتدل خليته ما فيهوش سكريات ودهون عاليه خليت فيه سناك في النص حاجه بسيطه وتسحرت حاجه بسيطه برده سهله الهضم وفيها مثلا زبادي بالشوفان فول مع بضايه عيش بلدي معاه جبنه ومعاه مثلا مزايا هتلاقي ان اليوم ماشي حلو جدا وهتلاقي انك صحي وخفيف وقادر انك تمارس حياتك اليوم ما انتهاش عند الفطار لا اليوم مكمل لحد السحور والدنيا كويسه جدا. مكملين كلام عن الاصحاء السكر الكتير او السكريات الكتير ممكن تاثر على الحرق لانه في ناس كتيره قوي في رمضان بتاكل كتير بس تقول لك انا هنزل الجيم فيلاقوا نفسهم ما خسوش يعني في ناس بتخس في رمضان لوحدهم وفي ناس تتخن جدا. فهل السكر الكتير بيأثر على الحرق؟ هو احنا اي حاجه مش باعتدال هتأثر على الحرق بس هي سعرات زياده هي الفكره كلها ان انا اللي داخل واللي خارج فلو اللي خارج اكتر من اللي داخل اكيد انا هخس فانا النهارده باخد سعرات حراريه لا حصر لها ولا عدد لها وكمان من سكريات او من دهون ما هو السكريات هتعمل ايه هترفع الانسولين وبالتالي انا طول الوقت البنكرياس بتاعي عمال احفزه ان هو يزود انسولين يزود انسولين خصوصا مثلا الناس اللي عندها بتعاني من مقاومه انسولين او بتعاني من سمنه هتبص تلاقي بعد فتره الدهون دي بتتراكم في منطقه البطن زياده الدهون في السمنه المركزيه او زياده الدهون في منطقه البطن دي بتساوي على طول مقاومه انسولين وزياده في عدد الخلايا الدهنيه يبقى انا هي الفكره مش ان انا بيوقف الحرق هو الفكره ان انا عمال احط سعرات ملهاش قيمه وملهاش اي فايده لجسمي وعمال ازود في السعرات دي وفي الاخر انا بزيد في رمضان حتى لو رحت الجيم. يعني الحرق الجيم مش هو الحل الحل هو تقنين الاكل نمره واحد ثم الجيم او الرياضه وبعدين ساعات بيبقى الجيم سلاح ذو حدين يعني انا مش عايزه اعمل تمارين شديده جدا لو انا مش متعود عليها جسمي انا ممكن انزل امشي نص ساعه تبقى احسن كتير قوي من ان انا بروح الجيم او ان انا بعمل مجهود اكتر من اللي محتاجه جسمي. طيب في بعض الناس بيكون اساسي عنده على السفره المخللات ده ممكن يكون تاثيره ايه على الجسم؟ احنا لسه كنا بنتكلم على الصوديوم وتاثيره على مريض الضغط وطبعا الصوديوم لو زاد عن حده للاصحاء او للمرضى ده شيء سيء ومضر مضر للكلى مضر للضغط مضر للشرايين مضر لكل حاجه يبقى اذا انا بيسحب ميه من الجسم فتلاقي فيه ممكن الناس بيحصل لها تورم او الاديمه وبالتالي احنا
محتاجين ان احنا نقنن كميه الصوديوم بتاعتنا، او الناس اللي هي بتحب المخللات تاخد حاجه بسيطه قوي، ممكن كمان المخللات دي تغسلها تحت الحنفيه بحيث ان هي تقلل شويه من الصوديوم اللي موجود فيها. طيب بالنسبه كمان للجيم، معلش عشان عندي اسئله مهمه قوي على الموضوع ده، بعض الناس بتحب تروح قبل الفطار وبيبقى هو يعني ممكن ما اعرفش، بحس في ناس كثيره بتبقى ما عندهاش مشكله تروح قبل الفطار، لكن في ناس كثيره كمان بتتعب من ده لما تبقى مش واكله، عامله مجهود في الشغل، وكمان ترجع تدخل على الجيم. خطوره ده ايه لو انا عندي مرض مزمن؟ بصي، هو موضوع الجيم او موضوع الرياضه، يعني بتلاقي الرياضيين اللي هم الاثليتس دول متعود ان هو يتمرن تحت اي ظرف، فجسمه معتاد ان هو يتمرن في الصيام، وتلاقي اطفال حتى بيعوموا وبيروحوا وبيجوا قبل الصيام مفيش مشكله. تلاقي واحد متعود ان هو يعمل جيم وجسمه ادابتد ان هو يعمل جيم قبل الفطار، فبرضه ده ما عندوش مشكله. طيب واحد عنده مرض مزمن ولسه بيجرب الجيم، او هو جديد على الجيم بقاله شهر مثلا بيروح الجيم بس، طب انا النهارده ده مريض سكر، وانا بقول لك احنا لازم نقيس السكر كل شويه وما نخليش فيه انخفاض في السكر وكل الكلام ده، وراح الجيم ممكن يقع من طوله. ليه؟ لان هو هيستنفذ بقى الجلوكوز او الجلايكوجين اللي موجود في العضله بتاعته، هيستنفذ الجلوكوز اللي موجود في الدم، وهيبتدي يحس بهبوط وهيبتدي يقع من طوله. واحد عنده ضغط عالي ممكن يجي يشيل بقى حديد ويزود بقى التمارين بتاعته، تلاقي الضغط بتاعه برضو عالي مره واحده. يبقى اذا انا لازم اعرف طبيعه جسمي، وما الاحسن وقت، احسن وقت للناس اللي مش متعوده ان هي تلعب اي رياضه هو بعد الفطار بساعتين او ثلاثة. طيب الناس اللي عايزه بقى تخس وتخس دهون وعايزه تنزل قبل الفطار وتتمرن، تتمرنش بقى تمارين عاليه، هي تتمرن بس مجرد مشي، مجرد ممكن المشي ده يبقى سريع فيما بعد، او اعود نفسي واحده واحده بالتدريج في رمضان، لكن ما ينفعش ان انا انزل اجري كده مره واحده، انزل ان انا اعمل مجهود جبار عن اللي انا كنت بعمله قبل كده وانا صايم، لازم اخد جسمي بالتدريج. طيب الناس اللي عندها مشاكل في القلب سواء بقى في الشرايين او حتى في عدم انتظام معدل الضربات، تمام، هو الفكره كلها انه المشي من الحاجات المفيده جدا لصحه القلب، وبالعكس ده هينظم ضربات القلب، هينظم الدوره الدمويه، لكن طبعا تحت استشاره الطبيب اللي عارف الحاله. احنا بيبقى عندك حالات عامله اوبن هارت، عامله قلب مفتوح، واول حاجه بيقولوها بعد ما بيطلع من العمليه وبعد فتره النقاهه بعد اسبوع، بيبتدي الدكتور يقول له امشي. يبقى اذا المشي ده لا يتعارض مع صحه القلب، بالعكس، ويظبط الضغط بتاعه بيتظبط بصوره كبيره جدا، لكن طبعا كميات يعني مدد قليله وتبتدي تزيد بالتدريج. ده اثناء الصيام؟ لا يفضل اثناء الصيام، يفضل طبعا بعد الفطار. طب هم يصوموا عادي؟ طيب لو حالته تسمح وما فيش مشكله ممكن يفيدوا الصيام وممكن لا. طب خطوره انه يفطر صاحب او مريض القلب يفطر على مثلا الاكلات اللي فيها دهون، ريش دسمة مثلا دسمه، يعني الاكلات اللي بالذات اللي فيها دهون كتير، طبعا لازم يحافظ على كميه الدهون اللي هو بياخدها، ولازم يخلي باله انه يعني يعتمد على الحاجات اللي هي الاسماك الدهنيه مثلا اكتر، يعتمد على البروتين النباتي، اللحمه الحمراء تبقى مره او بس. الاسماك مرة بتعلي كوليسترول يا دكتور؟ لا، الاسماك مش بتعلي كوليسترول، دي معلومه مش صحيحه، لانه الاسماك الدهنيه فيها اوميجا 3. اوميجا 3 ده الدهون احاديه التشبع، وهي انتي انفلاماتوري يعني مضاده للالتهاب، بتساعد على رفع الكوليسترول النافع، وبالتالي هتحافظ على صحه الشرايين. نمره 3 مضاد للاكسده قوي جدا، وبالتالي احنا محتاجينها لمريض القلب. يبقى الاسماك لمريض القلب، ايه كمان؟ المكسرات طبعا، المكسرات دلوقتي سعرها مش في متناول اي حد، لكن عندنا الفول السوداني من الحاجات الجميله جدا. الزيت الحار، يعني لو حطينا معلقه زيت حار على الفول بتاعنا قبل في السحور مثلا، ده هيساعدنا بصوره كبيره جدا. طبعا طبق السلطه بكل الوانه. هو بيعطش ده يا فندم؟ الايه؟ الزيت الحار. الزيت الحار احنا بنقول كميه صغيره بس هي ليه فوائد كبيره جدا جدا جدا، خصوصا للمرضى بقى، مرضى القلب والشرايين والضغط. والسلطه؟
سلطة بكل أنواعها. لازم ناكل فاكهة لأن احنا بننسى الفاكهة في رمضان، فلازم ناكل فاكهة طبعا. يعني احنا داخلين على الربيع بعد كده هتلاقي ألوان الفاكهة كلها، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا الفاكهة اللي هي المرطبة علشان يبقى فيه مية برضو في جسمنا على مدار اليوم. نصائح مهمة جدا سواء للأصحاء أو لأصحاب الأمراض المزمنة. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا الدكتورة ريهام صفوت استشاري التغذية العلاجية، ألف شكر ليك. شكرا ليك جدا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. برحب بحضراتكم من جديد. امبارح يمكن تم الاعلان عن الفرق اللي فازت في مسابقه اجنايت واللي بتحمل عنوان الوجهه مصر، مسابقه شارك فيها مجموعه من طلاب محافظات القاهره والجيزه، وتضمنت 6 مشروعات مبتكره في مجالات التطبيقات والذكاء الاصطناعي، ده لتطوير القطاع السياحي. يا شازلين، احنا طبعا هم منورينا في الاستوديو، عايزين نعرف تفاصيل اكتر. معانا في الاستوديو الطالب سيف الدين شريف احد اعضاء الفريق والفائز بالمركز الاول بمسابقه اجنايتد، والطالبه ملك ايمن احد اعضاء الفريق ايضا والحاصله على المركز الثالث فئه الروبوتس عن مشروع استخدام الهولوجرام في السياحه، وكمان معانا الاستاذ جاكلين مراد وهي المدير التنفيذي لجمعيه التطوير والتنميه. اهلا بيكم نورنا. اهلا بيكم. طبعا ببارك لكم طبعا على الفوز بالمركز الاول والثالث. استاذ جاكلين اكيد عندك تفاصيل كتيره قوي، لكن خلينا نبدا مع الشباب. سيف الف الف مبروك طبعا فوزك بالمركز الاول، لكن لو تشرح للناس طبيعه هذا الابلكيشن، طريقه عمله عامله ازاي وانت اشتغلت عليه ازاي اصلا؟ تمام. اول حاجه هو الابلكيشن بيتكلم عن المتاحف. احنا ان شاء الله ناويين نشتغل في كذا متحف، بس احنا دلوقتي عاملينه على الاثار اللي موجوده في المتحف المصري الكبير. تمام. اول حاجه هو الابلكيشن بيفتحه بيظهر لك شاشتين، شاشه تختار على تبقى سنك اطفال او سن كبار. الاطفال هيظهر لهم بازل لما يروحوا عند الاثر، والكبار بيظهر لهم اسئله او بازل، ان هو يختار اسئله او بازل. بعد ما يختار مثلا يختار كبار اسئله، هيروح عند الاثر يعمل سكان للكيو ار كود اللي عند الاثر. بعد ما يسكان الكيو ار كود هيظهر له انيميتد فيديو عن الاثر اللي هو واقف عنده، بيتكلم عن اعمال الاثر ده، او مثلا لو توت عنخ امون مثلا يتكلم عن ان هو اتولد امتى ومات كام سنه وكده. بعد ما الفيديو بيخلص بيظهر له اسئله بقى عن الكلام اللي هو سمعه، وبعد ما يحل الاسئله مثلا جاب سؤالين صح ياخد 150 بوينت. بعد ما ياخد 150 بوينت دول، بعد بقى ما يلف على كل ديسبلاي كده زي ما نفس الفكره دي، ان هو يعمل يحل الاسئله بتاعته، بيجمع بوينتس اللي هو جمعها دي كلها، ويروح لجيفت شوب بياخد جيفت بالبوينتس دي. بس عظيم. طيب ملك، اول حاجه مبروك مركز الثالث، كلميني عن مشروعكم عامل ازاي، اخترتي ليه المسابقه دي عشان تقدمي فيها، اشمعنى السياحه، كلميني عن الدور اللي انت عملتيه كمان في المسابقه دي. في الاول طبعا احنا لقينا ان اكتر مجال دلوقتي هو مجال السياحه، فبدانا نشوف ايه هو ممكن المشروع اللي هنعمله علشان يطور السياحه اكتر. لقينا ان احنا ممكن نعمل هولوجرام، لان هي يعني فكره لسه ما انتشرتش كتير قوي في مصر، يعني ما فيش ناس كتير عملوها، وبعدين يعني هتبقى حاجه حلوه ان احنا لو حد في سننا عملها فدي هتبقى حاجه جديده ان حد في سننا بيعمل كده. انت عندك كام سنه؟ انا 12 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. وسيف؟ انا هتم 17 سنه. ما شاء الله. عظيم جدا. كملي. فطبعا بدانا يعني نشوف الاماكن اللي هنحط فيها الهولوجرام، لقينا ان احنا هنحطه في البيراميدز مثلا، ان هي يتكلم عن البيراميدز يعني اتعملت امتى سنه كام وبنوها ازاي. لقينا كمان ان احنا هنحط في الميوزيوم مثلا، يعني يتكلم عن كل يعني عن كل تمثال محطوط في الميوزيوم، يعني هيقول التمثال ده اتولد امتى، كل المعلومات اللي السائح عايز يعرفها عنه. وطبعا هنحط في الهوتيلز، بحيث ان احنا يعني طبعا السياح لما ينزلوا مصر هيقعدوا في هوتيلز، فاحنا بنحاول ان احنا يعني نجمع اكبر قدر من السياح ان هم يشوفوا الهولوجرام ويتفرجوا عليه. كمان هنعمل طبعا يعني الهولوجرام مش هيبقى في مصر بس، احنا كمان هنخرجه بره العالم، ان هو يلف العالم كله علشان يعني ننشر الثقافه بتاعت مصر، ان يعني الناس كلها تعرف ان ثقافه مصر عظيمه. وفي يعني هتخرجي فكره الابلكيشن نفسها بره، ولا هتجيبي تاريخ حاجات بره هنا؟ لا احنا هنخرجها بره مصر خالص، يعني في وورلد تور حول العالم كله. حلو. علشان السياح اللي بره كمان يعرفوا ان هم مصر يعني فيها حاجات عظيمه، وبكده احنا بنجذبهم ان هم ييجوا يتفرجوا على الحاجات دي يعني على الحقيقه في مصر.
كمان بعد كده احنا بدأنا يعني بعد ما ترويضنا الأماكن اللي احنا نعمل فيها لقينا ان المشروع ده احسن مشروع ان احنا نعمله، لان في الاول احنا يعني عرضنا كذا فكرة وكذا يعني حاجة، في الاخر احنا كلنا تيم واحد واجتمعنا على ان احنا هنعمل فكرة الهولوجرام. برافو عليك. طيب استاذ جاكلين، عايزين نعرف تفاصيل اكتر بقى عن طبيعه المسابقه، ونعرف الساده المشاهدين وازاي بتدعموا الشباب ان هم يعملوا حاجه مبتكره، حاجه جديده، وفي الاخر المركز الاول والمركز الثالث حاجه كبيره برضو مش سهله يعني. احنا جمعيه اهليه، جمعيه التطوير والتنميه، اتاسسنا سنه 98. قطاع كبير جدا من اللي احنا بنشتغل فيه هو قطاع تنميه الشباب. السنه اللي فاتت مع استمرار ازمات السياحيه اللي بتحصل عندنا بسبب الوضع العام طبعا يعني، فكنا اعلنا عن اول مسابقه من نوعها، هي مسابقه اجنايتد، ودي تخصصها ستيم، ساينس تكنولوجي انجينيرنج اند ماس. الستيم بيبوم في الدنيا كلها، ومصر محتاجه علماء اكتر ما محتاجه موظفين وناس عاديه. صحيح. يعني فقلنا طيب احنا هنوجه جزء كبير من الانشطه اللي بنعملها لقطاع الشباب للعلوم الحديثة والمتطورة. فأعلننا عن المسابقة، المسابقة بيدخلوها مدارس، يعني الفريق لازم تشكله مدرسة عشان تدخل بيه. والفريق بيتكون ما بين 8 ل 10 طلاب من كل مدرسة. احنا حددنا المسابقة السنة اللي فاتت بأنه يعملوا مشروعات مبتكرة لتنشيط السياحة أو خدمة السياحة. فكانت الـ زي ما قالت الأستاذة الوجهة مصر. عليهم انه يطلعوا بفكره مشروع تساعد في السياحه باستخدام التطويرات الجديده وكل الحاجات. هما بيخشوا في تراك تدريب وتعليم لمده 8 اسابيع، وبعدين الفريق بيختار مشروعه ويبتدوا يحطوا بيزنس بلان بقى، ويحطوا لها تكاليف، ويحطوا لها مجلس اداره كانها شركه، وبعدين يبتدوا يشتغلوا على المشروع لغايه ما يطلعوا بروتوتايب. مسابقه تفرعتين، واحد منها تطوير التطبيقات زي الفريق بتاع سيف، وواحد منها تطوير الروبوتس زي الفريق بتاع ملك. السنة دي كان عندنا 47 فريق من 23 مدرسة في القاهرة والجيزة. كويس جدا، حاجة مبشرة على فكرة. بالظبط كده، بالظبط، حاجة تفرح بحقه حقيقي. 47 فريق، صحيح اللي كسبوا منهم المراكز الأولانية 3 في كل مسار، لكن في النهاية 47 فريق قدموا مشروعات مبهرة وقدموا أفكار عظيمة يجوز جدا تبنيها على المستوى الاستثماري، يعني إنه في شركات بتشتغل في السياحة أو هيئة تنشيط السياحة أو وزارة السياحة تقدر تستفيد من الولاد دول، لانه في بروتوتايب، يعني في حاجه طلعت على مش ورق. الموضوع ان عارفه دلوقتي بيدخل السايح او اي حد عايز يروح اي بلد بيدخل على جروبس على فيسبوك يقعد يقول يا جماعه ايه رايكم في البلد دي، اروحها ولا لا، طب التجربه بتاعتكم كانت عامله ازاي. لو بجد شركه سياحه تبنت مشروع زي مشروع سيف مثلا، انت بتسهل على السايح دلوقتي انه يجي ويشوف الحاجه كانه موجود فيها يعني، وهيشرح الابلكيشن شارح كمان كل حاجه بتحصل في المتحف المصري الكبير، كل حاجه موجوده هناك، فانت عشت تجربه وسهلت على السايح ان هو يجي، يعني عملت له ماركتنج ببلاش. طيب سيف، فكرت في ايه وانت بتحط الهيدلاينز كده بتاعه الابلكيشن بتاعك؟ يعني اشمعنى قلت انا عايز اعمل ده، اعمل الاسئله دي عشان اختبر السايح كان عارف كويس او سمع كويس او فهم يمكن اللي انت المعلومه اللي بتحاول تقدمها من الابلكيشن بتاعك؟ ايوه، هو اول حاجه طبعا كل التيم هو مفكرين كلنا مع بعض في الفكره دي، واول مشكله كنا عايزين نحلها مشكله الزحمه اللي اصلا بتبقى على القصر ده. فهي فكره البوينتس دي، ان هو لما المتحف هيبقى يقدر يتحكم في البوينتس، لما البوينتس تبقى قليله هيبقى طبعا القصر ده زحمه، فالسايح اللي هيروح عند بوينتس قليله ممكن يروح عند بوينتس اكتر، وكمان القصر هيبقى فاضي، فبكده المتحف هيقدر يتحكم في الزحمه اللي على كل قصر من غير ما كمان السائح يحس ان هو ان احنا بنتحكم فيه، زي تور جايد كده بيقول له يروح فين ويجي منين، فهو احنا بنتحكم في السائح بس من غير ما هو يبقى عارف، وهو يبقى مبسوط ان هو بيروح كده وهو كده هيكسب في الاخر. طبعا كان يعني اهم حاجه ان احنا كلنا كنا شغالين مع بعض بس. طيب ده جميل جدا، كان في تعاون طبعا بكل تاكيد بين اعضاء الفريق. لو تحكي لنا اكتر عن الفريق يا ملك، وازاي كنتوا شغالين عشان تطوروا الروبوتس وتستخدموا الهولوجرام
عشان في النهايه زي ما انت قلتي كلمه جميله جدا، ان انا عايزين نعرف الناس بره بحضاره مصر بثقافه مصر. جميل ان يكون عندنا بنوته صغيره عندها 12 سنه بتقول الكلام ده. طبعا احنا في الاول يعني كنا طبعا كلنا متعاونين، والفريق كله كان بيشتغل، والفريق كله يعني كان بيبذل اقصى في جهده يعني علشان طبعا نوصل اللي احنا وصلنا له دلوقتي الحمد لله. يعني طبعا احنا بدانا المشروع بان احنا كنا بناخد كورسز يعني على مدار كذا اسبوع بان احنا بنفهم اكتر عن مصر وعن التكنولوجيا وازاي نطور مصر السياحه بتاعت مصر اكتر. بعد ما درسنا وعرفنا خلاص بدانا بقى نفكر في المشروع اللي احنا عايزين نعمله. فطبعا احنا يعني عرضنا كذا فكره وعرضنا كذا مشروع، وفي الاخر استقرينا على المشروع بتاع الهولوجرام لان لقيناه برضه فكرته جديده يعني ما اتعملتش كتير في مصر. كمان حبينا ان احنا تبقى فكرتنا يعني ما يعني طبعا دلوقتي الافكار اللي اتعملت قبل كده برضو الناس مش بتجيلها كتير يعني ما بتبقاش حباها قوي. فاحنا طبعا يعني فكرنا ان احنا نعمل فكره جديده يعني لسه الناس كلها ما عرفتهاش قوي. في ناس ما عرفتش حاجات عن التكنولوجيا لسه، وطبعا يعني احنا طبعا لسه هنطور المشروع اكتر لو اشتغلنا فيه، واكيد هيكون دايما في تطور. طيب استاذه شاكلين، حضرتك قلتي انه بسبب الوضع العام الشباب قرروا ان هم يشوفوا حل المشكله موجوده. يعني حضرتك النهارده خليني اقول مدير تنفيذي لجمعيه التطوير والتنميه، النهارده اقدر ازاي اعالج مشكلات المجتمع اللي يمكن المجتمع بيواجهها من خلال شبابنا دول بطريقه تنافسيه ومبتكره؟ الحقيقه ان احنا في كل بس دي النسخه الاولى من المسابقه. المفروض الخطه بتاعتنا انه في كل فيرجن من المسابقه تعلن يبقى في اختيار لمشكله مجتمعيه، لازم يكون في حاجه احنا محتاجين ان احنا نحلها وانه التكنولوجيا تساعدنا والعلوم تساعدنا في ده. فاذا افترضنا ان السنه دي اخترنا السياحه، فالسنه الجايه ممكن نختار مثلا تطوير المناطق النائيه، خدمه الاهالي اللي محتاجين خدمات، خدمه اصحاب بالظبط اصحاب الاعاقه. يعني في مشكلات مجتمعيه كتيره التكنولوجيا قادره على انها تتدخل وتحلها. في حد من المشروعات اللي كانت متقدمه السنه دي للجائزه كانوا مطورين تطبيق علشان يقدر يخدم لو حد مش بيعرف يتحرك، ما بيقدرش يتحرك وعايز يزور منطقه سياحيه. ففي تطبيقات ذكيه تقدر تخدم مشاكل مجتمعيه كتيره. طيب عظيم جدا. سيف، انت عشان تعمل الابلكيشن ده اعتقد انت كنت محتاج تزور المتحف وتتعرف على كل التفاصيل اللي موجوده وتعرف تاريخها عشان تكتب عنها معلومات صحيحه، واعتقد ان ده اللي حصل. ايوه اكيد طبعا. واحنا اول حاجه طبعا احنا كلنا السيرش كان متقاس علينا كلنا، كان في ناس بتجيب الاسئله عشان نتاكد من دقه الاسئله ان هي تبقى مظبوطه بالاجابات بتاعتها. والمعلومات طبعا اللي بتظهر في الفيديو الانيميتد فيديو ده عن الاثر تمام، كان برضو بنجيبها من مصادر موثوقه زي ويكيبيديا مثلا. عشان تبقى مش هينفع طلع لسه معلومات غلط، فكان لازم اتاكد 100%. وبرضو اصلا كان في ناس مننا راحت قبل كده المتحف، فكان في كذا اثر جوه احنا عارفينه، على اساس ده احنا عملنا ابلكيشن. والسيرش يعني كان متقسم علينا كلنا، فده كان بيبقى مسهل علينا اكتر ان احنا كل واحد يلاقي الحاجه بدقه اكتر. طب عايزين ندخل باقي المتاحف بقى، يعني الابلكيشن خلاص زي ما قلت لحضرتك احنا اكيد ناويين ان احنا نشتغل في بقيه المتاحف، وكمان ناويين نطلع بره مصر. هايل. دكتوره جاكلين، سريعا جدا، هل في خطه تسويقيه لتسويق المشاريع دي على مستثمرين؟ هو جزء من تنظيم المسابقه، يعني امبارح في جوه الحدث احنا بندعو شخصيات عامه وبندعو اصحاب شركات وبندعو المهتمين بالقطاع السياحي والمستثمرين. ففي جوله جوه المسابقه هي جوله الاستثمارات، وعليها جايزه كمان جوه، يعني مشروع فريق ملك جايب 4 مليون جنيه امبارح، هي مش فلوس حقيقيه بس احنا في جوله بيعملوها الضيوف والاهالي كمان واولياء الامور، بنديهم توكنز، بنديهم زي فلوس بفئات، ونقول لهم اتفرجوا على المشاريع وحطوا استثمارات جوه المشروع. فالولاد بيعرضوا المشروع بتاعهم ويعرضوا جزء من الاستثمار.
لا ان شاء الله ان شاء الله يكون فلوس بجد باذن الله ان شاء الله. بالظبط كده. طبعا كل التوفيق لكم وشرفتونا ونورتونا. سيف الدين شريف احد اعضاء الفريق الفائز بالمركز الاول بمسابقه اجنايتد، وايضا ملك ايمن احد اعضاء الفريق والحاصله على المركز الثالث بنفس المسابقه فئه الروبوتس، والاستاذ جاكلين مراد المدير التنفيذي لجمعيه التطوير والتنميه. بنشكركم جزيل الشكر، كل التوفيق يا شباب ان شاء الله. شكرا. مشاهدينا دلوقتي نروح لموجز الأهم وآخر الأنباء مع دينا، تفضل يا دينا. شكرا لك بسنت. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية السياحة العلاجية حول العالم، مشيرا إلى أن أسواقها العالمية تتجاوز قيمتها الناتج المحلي الإجمالي لدول عملاقة مثل اليابان والهند. وخلال كلمته في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية تحت رعاية الرئيس السيسي، أشار مدبولي إلى عبور ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية وسفرهم إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعد مجالا خصبا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن نمو الطلب على السياحة العلاجية يأتي نتيجة للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل. استشهد 14 فلسطينيا بينهم 6 أطفال ونساء وعدد من المفقودين إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية بإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من 3 طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح. وفي خان يونس نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية شمال خان يونس بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف على منازل الفلسطينيين. تلتقي كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض يوم الاثنين مع بيني جانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض لرويترز إنه من المتوقع أن تتناول المحادثات موضوعات من بينها الحد من الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين وتأمين وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة وزيادة المساعدات للقطاع. وأوضح المسؤول أن هاريس ستعبر عن قلقها بشأن سلامة ما يصل إلى 1.5 مليون فلسطيني في رفح. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 أبريل المقبل. وقالت الوكالة إن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 15 من فبراير الحالي وبحل المجلس. وأيضا كانت الوكالة قد ذكرت أن المرسوم الأميري بحل المجلس استند إلى ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه كان من الممكن تجنب مقتل عدد من الضحايا من بينهم طفل ورضيع عمره 2 عام في هجوم بطائرة مسيرة روسية لو لم تواجه أوكرانيا تأخيرات في تسليم إمدادات الأسلحة. وأضاف زيلينسكي أن روسيا تواصل قتال المدنيين، مضيفا أن إحدى مسيرات روسيا أصابت مبنى سكنيا في أوديسا ودمرت 18 شقة. فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المؤتمرات الانتخابية للحزب الجمهوري في ميشيغان، حيث عانى الحزب من خلافات داخلية خشي بعض الجمهوريين من أن تضر بحملته في الولاية الأمريكية الحاسمة. وتمثل ميشيغان ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر. وفاز ترامب أيضا في ولاية ميزوري وفقا لتوقعات وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. وتغلب ترامب في كلتا الولايتين على نيكي هايلي آخر منافسيه المتبقيين على بطاقة الحزب الجمهوري.
ختام موجز التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. برحب بحضراتكم من جديد، ويمكن في البداية اتكلمنا عن المسلسلات أو الوجبة الدرامية اللي بتقدمها لنا المتحدة السنة دي المتنوعة بشكل كبير، ومن المسلسلات اللي الجمهور منتظرها في رمضان السنة دي بيراهن على نجاحها مسلسل حق عرب اللي بيشارك فيه كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم طبعا الفنان أحمد العوضي والفنانة المتميزة جدا اللي دايما طاقتها الفنية مليئة بالإبداع الفنانة دينا فؤاد. ويمكن دي شاذلي مش أول مرة دينا فؤاد و العوضي يجتمعوا مع بعض، شفناهم السنه اللي قبلها في اللي ملوش كبير. صحيح، انا متابع دينا على فكره من ايام الدالي. ايوه 2007 تقريبا دي كانت البدايه، وهي طبعا اعلاميه يعني زميله احنا بنتشرف بيها. دينا دلوقتي طبعا بتشارك زي ما بسنت قالت في حق عرب مع العوضي، بتقوم بدور بنت في منطقه شعبيه واقفه على نصبه شاي اسمها حنان. ايه اللي هتعمله حنان بالظبط؟ لانه دايما الادوار بتكون اللي بالشكل ده بيكون صعب جدا على الممثل ان هو يتقمص هذه الشخصيه ويعيش هذه الشخصيه، بتتطلب مجهود كبير جدا. لكن هنعرف كل التفاصيل عن هذا الدور من النجمه الجميله دينا فؤاد اللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير عليك، وصباح الخير يا بسنت، صباح الخير عليك وميرسي على التقديمه الحلوه، وصباح الخير يا مصر. ويعني في البدايه زي ما بسنت قالت انا بشكر المتحده على الوجبه الدسمه اللي هي مقدمها في رمضان والفرصه اللي بيديها لكل الفنانين السنه دي. طيب نتكلم عن حنان على طول، نبدا بحنان. طيب يلا. حنان وعبد رب وهيجتمعوا ازاي في مسلسل حق عرب؟ حنان وعرب ده وعرب في البدايه. هيجتمعوا ازاي؟ هي بنت واقفه على نصبه شاي بتساعد ابوها في منطقه شعبيه المغربلين، وهو شغال في مغلق خشب عند المعلم عبد ربه كبير المنطقه، ومفروض ان هم يعني متربيين مع بعض في نفس الحاره، ويعني المفروض ان هم بيحبوا بعض من هم صغيرين يعني. او تمام. هي فتحت عينها على وجود عرب في حياتها، ويعتبر هو اللي مربيها يعني. اللي يعرف دينا فؤاد عارف ان دي مش شخصيتها تماما، يعني دينا من الناس الهاديه جدا، مش دي شخصيتك. فانت بتذاكري ازاي للادوار اللي زي دي دينا؟ ازاي بتبعدي عن شخصيتك وتروحي لحاجه اكستريم تماما وتتقنيها بصراحه؟ يعني احنا شفناكي قبل كده في كذا دور، يعني بتتقني انك تبعدي عن شخصيتك الحقيقيه. بصي طبعا يعني هو الفنان لازم طول الوقت يبعد عن شخصيته الحقيقيه علشان إن الجمهور يحس ان هو يعني الفنان بينوع. تاني حاجه الورق بيساعدك قوي ان انت تبعدي عن شخصيتك الحقيقيه، ويمكن حنان الغرباوي في حق عرب حقيقي الورق مساعدني جدا، ومحمود حمدان باذل مجهود كبير جدا في الورق، استاذ اسماعيل فاروق المخرج باذل مجهود كبير جدا ورا الكاميرا معايا علشان هو فعلا بيتحدى بحنان الغرباوي انه يطلعها بشكل مختلف السنه دي. اكيد كل الناس اللي حواليك النجوم الكبار اللي موجودين معايا مساعديني، يمكن زي ما انت قلتي دي مش اول مره مع احمد العوضي، ثالث مره كان الاختيار ده اول لقاء بيني وبينه، ويمكن يعني ده كان حصل تكريم من السيد الرئيس في احتفالات 6 اكتوبر للقوات المسلحه على مسلسل الاختيار، وكرمني بشكل خاص على دوري. فده كان من المسلسلات برضو اللي يعني انا بعتز بيها جدا جدا جدا. وبعد كده اللي ملوش كبير ده عمل ضجه جامده جدا ما بين الخديوي وادريه، لان كمان كان يعني مسلسل للنجمه ياسمين عبد العزيز، فجمهورها ساعد كتير قوي على نجاح المسلسل والادوار الشعبيه الحلوه اللي فيها حاجه جديده حقيقي الناس بتحبها وبتتفاعل معاها. طيب دينا احكي لنا عن الكواليس بقى بينك وبين يعني فريق العمل كله والعوضي، بما ان في الفه شويه ما بينكم، انتوا اشتغلتوا مع بعض كذا مره، في شايفين وجوه شباب جديده معاكم كمان، احكي لنا عن الكواليس كانت عامله ازاي؟ احنا شايفين دلوقتي فيديو يمكن الناس وقفتكم في الشارع ما كانوش عايزين يسيبوكوا تمشوا. بصي هو الحمد لله العوضي عامل جماهيريه مع الناس جدا، وزي ما انت شايفه يعني في المناطق الشعبيه كمان يعني بيستقبلوه استقبال حار. احنا تقريبا قعدنا يومين في المعز مش عارفين نصور بسبب عوضي، يعني تقريبا بوظ لنا التصوير بسبب اخواته اللي بيتلموا عليه ويعني بيحبوه وهو بيعتز بيهم جدا.
بس حقيقي الكواليس دي احنا بنبقى مبسوطين من حب الناس ومن تقديرهم ومن استقبالهم لينا. في كيمياء بيني وبين العوضي، ويمكن دي اتاكدت اكتر كمان هنا في حق اعرب، وانتوا هتشوفوها وهتحسوا بيها. هو كمان مجتهد جدا وبيساعد الناس اللي معاه. الكوكبة الكبيرة من النجوم بقى، سواء طبعا النجمة وفاء عامر، الشخصية الجدعة المميزة اللي بتشتغل على نفسها في كل دور، اللي أنا بقول لها الملكة نازلي، يعني من كتر ما هي حقيقي شخصية تحسي إن هي بتحب كل الناس وجدعة مع كل الناس وبتشتغل على نفسها بزيادة في كل شخصية بتعملها. أستاذ رياض الخولي مش أنا اللي هتكلم عليه، أستاذ كبير ممثل كبير جدا. الشباب اللي معانا، دنيا المصري دي تعتبر أختي وصحبتي، كارولين عزمي مميزة جدا جدا في أدائها، وليد فواز عامل حقيقي دور جبار ويمكن الناس شايفين ده من البرومو. معانا كمان إبراهيم السمان، ده شخصية حقيقي من الناس الصاعدين اللي هيعملوا شغل حلو قوي في المسلسل. معانا كمان منذر عامل دور أخويا، ده طفل يعني هنقول الطفل المعجزة يمكن، ودمه خفيف قوي. عارفينه كان ضيفنا من فترة في صباح الخير يا مصر. جميل، حالة الألفة اللي انت بتتكلمي عنها دينا بتنعكس بكل تأكيد على العمل. أكيد طبعا، أكيد. طيب انت ايه أكتر حاجة عجبتك في شخصية حنان؟ هي شخصية كلها شخصية مركبة وصعبة وفيها أكتر من شخصية. يعني شخصية حنان لما هتبدأ غير وانت بتتفرج عليها في تحولات الثانية، في الشخصية كمان في الحلقة العشرة غير في الحلقة الثلاثين. لا هي تحولات كتيرة، اللي هو انا من كتر ما الشخصية صعبة ومركبة عندها دراما ثقيلة قوي. انا قلت العوضي كفاية كفاية مشاهد فيها دراما، تعبت تمثيل من كتر ما حقيقي الشخصية دسمة. بس انا فعلا مبسوطة بيها، يحسب للمؤلف طبعا الشخصية الثقيلة اللي مكتوبة على الورق. هو مش كاتب حنان بس على فكرة، شخصية مركبة وصعبة. هي كل الشخصيات في المسلسل عندها أحداث ومحاور رئيسية في الدراما، وإن شاء الله يا رب نكون عند حسن ظن الناس. يعني العوضي عنده جمهور كبير جدا، وانت كمان يا دينا عندك جمهور كبير قوي. كلنا مستنيين حق عرب. يعني ابتديتوا خلاص بتخلصوا في الحلقات ولا لسه شوية؟ بصي يعني احنا تقريبا مخلصين لحد الحلقه 18 او بنقفل الحلقه 18، وهنبدا بقى الحاجات الباقيه في اخر 12 حلقه. الحمد لله الورق مكتوب ودايسين كتير في الحلقات الاخيره، بس هندخل شويه في رمضان يعني كالعاده. انا عارفه انه مجهود كبير طبعا، وكلنا مستنيين المسلسل. بنتمنى لك كل التوفيق يا دينا، وانت نجمه كبيره وجمهورك كبير و هتكسري الدنيا ان شاء الله، ده اكيد. ميرسي يا بسنت بجد، وكل سنه وانتم طيبين، وصباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكي، بنشكرك الفنانه دينا فؤاد، شكرا ليكي. طيب هنروح مع حضراتكم لرحله جديده لمشروع بستان الابداع. محطته المره دي كانت في واحده من اهم المدن الصناعيه في ملتقى النيل بالبحر، وهي مدينه دمياط ومدينه ايضا راس البر. الرحله دي شارك فيها 40 طفل، اتعرفوا على كيفيه صناعه السفن وحولوا جولتهم للوحات الفنيه. تفاصيل اكتر او تفاصيل كتير لرحله بستان الابداع هنتعرف عليها من خلال مؤسسها والمشرف على المشروع الاستاذ محمد كمال. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني في البدايه حابين نتكلم مع حضرتك عن الهدف الرئيسي لمبادره بستان الابداع. الاول بصبح على حضرتك الاستاذه بسنت الحسيني، الاستاذ محمد الشاذلي. صباح النور يا فندم. واظن الاستاذ محمد يفتكر ان دي المداخله الثانيه. طبعا الاولانيه كانت يوم 8 ديسمبر، اظن كانت معاك الاخت جمانة على قد ما انا فاكر. مظبوط يا فندم، مظبوط. كنا في غزل المحل. تمام. النهارده احنا في دمياط. وبالتالي هدف المشروع دي فرقه جواله زي ثلاث سبعات كده في قواتنا المسلحه يعني. الاول عايز اشكر فريق العمل الحقيقه اللي ما نامش 24 ساعه متصله، لان مشوارنا من القاهره لدمياط خد 4 ساعات، والعوده طبعا 4 ساعات، وما بينهما مشوار طويل جدا شاق جدا. الاستاذ اسامه عادل المدير التنفيذي، الاستاذه مروه فنانه مروه محي مدير المركز الثقافي لمتحف طه حسين، الفنانه رانيا مهدي مدير متحف فاتن صديق،
الأستاذة منى رمضان المنسق العام للمشروع، روان عبد الله الطالبة في كلية التربية الفنية هي اللي مصورة الصور الجميلة اللي انتم شايفينها دي كلها، فريدة أسامة ومريم علام دول طفلتين صغيرين برضو ضمنهم لفريق العمل، دكتورة منى فراج من الإدارة المركزية للمراكز الفنية. الحقيقة كل دول ما ناموش 24 ساعة عشان يظهر المشهد اللي حضراتكم طبعًا شايفينه. طبعا بنتوجه لهم طبعا بكل التحية على مجهودهم، لكن لو حضرتك تكلمنا أكتر عن الفعاليات. احنا الحقيقة على مشارف دمياط زي ما حضرتك شايف كده، احنا اتفاجئنا بجد، اتفاجئنا بروعة الاستقبال والشدة الكبيرة جدا، اسمح لي اقول كلمة الشدة دي، ناس واقفة انتباه بتستقبل الاعضاء فريق المشروع. احنا اتفاجئنا الاستاذ عادل الغباشي اللي حضرتك شايفه ده مدير المدرسة، مدير مدرسة دمياط الاعدادية بنين القديمة، واحدة من اقدم مدارس دمياط. الدكتور فادي سلامة وكيل وزارة الثقافة لقيناه مستني، الاخت نجوى كيوان من برضو قصر الثقافة، والاستاذ محمد الحمزاوي مدير الإدارة التعليمية. احنا دخلنا اتفاجئنا بنظافة المدرسة وترتيبها ورونقها وروعتها، يعني حاجة خلتنا اتفتح صدرنا للأمل. زي ما حضرتك شايف كده هنا بنقدم كادر ثقافي جديد، فنانة رانيا مهدي شاركتني المحاضرة عن أعلام دمياط وملامح دمياط، وقدمت محاضرة هائلة جدا عن صناعة السفن وركزت على مثلا سفينة نوح، المحاضرة زي ما حضرتك شايف كده، واستمر الحوار مع الأطفال، وعلى فكرة مجموعة أطفال أذكياء جدا، شايف لابسين نظيف إزاي، وحالة الحقيقة تستحضر الامل لمصر كلها، واللي قاعدين دول فريق العمل مع مجموعه المضيفين. لما خلصنا هنا خلصنا المحاضره لمده تقريبا من ساعه لساعه وربع، خرجنا لمنطقه اللسان. بناخد الطفل هنا خارج المدرسه عشان يتعرف على بيئته وتاريخها وجغرافيتها وعقيدتها. كلمنا اكتر يا فندم عن تفاعل الاطفال معاك، وكان عامل ازاي؟ الحقيقة التفاعل كان مذهل، لأن دمياط الحقيقة بيئة غنية جدا بتاريخها بجغرافيتها. الورشة اللي كانت عند اللسان منطقة التقاء البحر بالنهر سهلت عليا وعلى فريق العمل عنصر التنبيه البصري، إن احنا ننبه للحلول الفنية اللي موجودة جوه البيئة. الرسم هنا تم جوه البيئة، أتمنى لو في صور كمان لورشة العمل هتبين قوي حالة التفاعل داخل البيئة. ودايما بطالب إن حصة التربية الفنية ما تبقاش محبوسة في المدرسة أبدا، حصة التربية الفنية جوه البيئة، غرفة التربية الفنية دي للفينيشنج بس، إن احنا نضبط العمل الفني اللي تم جوه الجغرافيا. بنبقى طبعا معانا وجبة غذائية كمان، في سبونسر اللي هي الشيف ولاء بتجهز وجبة دائما بناخدها معانا، فبتكتمل الوجبة الإنسانية بين الفن والثقافة والوجبة الغذائية كمان. مش معنى كده ان دمياط يعني عاجزة انها تأكل دول اطلاقا، الوجبة هنا فلسفتها ان مصر جايالك يا ابن مصر الصغير، مصر جايالك بكل إمكانياتها. هو ده اللي يخليه في وقت الأزمات مصر لما تستدعيه بتجيبه، بيجي يجريلها. دي فلسفة المشروع، الخروج كمان خارج العاصمة، ودي بداية المرحلة الثانية للمشروع. زي ما كنت قلت لحضرتك في حوارنا حوالين مصنع غزل المحلة، إن المرحلة الثانية هنخش المدارس، فعلا هنخش فعلا، وابتدينا بمدرسة دمياط. حالة الحقيقة مشرفة، واحنا كنا كلنا من زمان الحركة الثقافية المصرية كلها بالنادي بعودة الإبداع والثقافة داخل المدارس، هيوفر علينا جهد كبير في مقاومة الإرهاب وأبعاده. عشان كده دايما يا أستاذ محمد بنقول إن التوعية هي حائط
الصد في كل الأوقات في كل المحن والأزمات اللي ممكن يمر بيها الوطن. كل الشكر لحضرتك أستاذ محمد كمال المشرف على مشروع بستان الإبداع. مشاهدينا نروح دلوقتي لدينا شرف وتاخدنا في جولة لأخبار الرياضة المحلية والعالمية. تفضل يا دينا. شكرا لك بسنت. ودلوقتي جه معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. فريق بيراميدز تعادل مع فريق نوازيبو الموريتاني بنتيجة 2-2 في مباراة لجمعتهم على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وودع بيراميدز دوري أبطال إفريقيا في المشاركة الأولى له بتاريخه بعد وقوعه في المركز الرابع برصيد 5 نقاط. نادي الزمالك اختتم تدريباته على استاد القاهرة الدولي استعدادا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وأدت اللعيبة فقرات تدريبات بدنية في بداية التدريبات تحت إشراف مخطط الأحمال بالفريق. واستعد الزمالك لمباراة سوار واللي هتتلعب النهاردة الساعة 9 بالليل. منتخب مصر للشباب تعادل سلبيا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد في المباراة اللي اتلعبت بينهم على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر ضمن استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. فريق ليفربول حقق الفوز على نوتنغهام فورست بنتيجة 1-0 على ملعب سيتي جراوند ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي. وبيتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة ونوتنغهام فورست في المركز 17 برصيد 24 نقطة. فريق توتنهام حقق الفوز أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-1 في مباراة لجمعة الفريقين على ملعب توتنهام ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. كمان فريق تشيلسي تعادل من برينتفورد بنتيجة 2-2 في المباراة لجامعة الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي. فريق أستون فيلا فاز على فريق لوتون تاون بنتيجة 3-2 في مباراة اللي أقيمت ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبيتواجد أستون فيلا في المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 20 نقطة في المركز 18. فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني محترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش فاز على هايدنهايم بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الألماني. وبيحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 37 نقطة وهايدنهايم في المركز 11 برصيد 23 نقطة. فريق بروسيا دورتموند فاز على فريق يونيون برلين بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين في الجولة 24 من مسابقة الدوري الألماني. وبالنتيجة دي بيحتل دورتموند المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 44 نقطة ويونيون برلين في المركز 14 برصيد 25 نقطة. فريق ريال مدريد اتعادل مع فريق فالنسيا بنتيجة 2-2 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب ميستايا ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني. وبالنتيجة دي بيتواجد ريال مدريد على قمة جدول تدريب أو ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة فيما يتواجد فالنسيا في المركز 9 برصيد 37 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية. هنروح لفاصل وراجعين لكم مرة تانية نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. مسلسل مسار إجباري وجبة درامية اجتماعية هنشوفها في شهر رمضان. عمل درامي أحداثه بتتكلم عن 2 شباب عايشين في منطقة شعبية وبعد فترة الأمور بتتطور وبيدخلوا في مشاكل كبيرة جدا يا بسنت. ده يمكن اللي دفعنا النهاردة في صباح الخير يا مصر إن احنا نتكلم عن موضوع من وحي المسلسل، هو إزاي الأمهات والأباء بيتعاملوا مع مشاكل أولادهم في حال لو مختلفين مع بعض، إزاي نقوي علاقتهم ببعض
ما نفرقهمش، ازاي ابقى عادل في او ابقى عادل او بعملهم بطريقه من غير ما احسس ان في فروقات بينهم هما الاثنين فيكرهوا بعض. أسئلة كتير هنجاوب عليها مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو النهارده مريم الشافعي استشاري التربيه الايجابيه. اهلا بيك يا دكتور، يعني موضوع مهم جدا. اهلا بيك. صباح الخير عليك، منورانا. صباح الخير يا مصر. ازاي الاهل يتعاملوا في موضوع شائك زي ده؟ يعني دايما لما بيبقى اتنين حتى من هم صغيرين اطفال بيلعبوا مع بعض، واحد اللي بيشتكي دايما هو ده اللي بيبقى ايه غلبان طيب، وهو على حق فعلا، التاني بياخد حقه. لا مش شرط، ممكن التاني يبقى هو يعني اللي اشتكى ده هو اللي بدأ، فالتاني رد عليه، فرد الاولاني على التاني ما عجبوش فراح يشتكي لماما، فهو الصغير فماما ايه راح الضربة الكبير. اوكي. فازاي مسلسل يعني مسار اجباري بيحكي عن القصة دي موجودة في كل بيت، ازاي الاهل يتعاملوا مع الموضوع ده عشان ما يفرقوش ما بين الاخوات؟ هو احنا عايزين نشاور الاول على ان التفرقه بين الولاد دي تقريبا موجوده في كل بيت باختلاف الشكل. يعني التفرقه بين ولد وبنت، التفرقه بين الولد او البنت الهادي الطيب اللي بيقول حاضر طول الوقت واللي بيجادل وبيسال وعايز يعرف ليه ومتعاقب ليه وايه المشكله. اغلب المشاكل السلوكيه اللي بتظهر في وقت المراهقه بيبقى في جزء منها بسبب معامله الاهالي اللي هم مش بيكونوا واخدين بالهم منها، التنشئه الوالديه اللي هم مرسوها مع ولادهم. واحيانا بتظهر في جلسات واحنا بقى 40 و50 سنه وبنشتغل على مشاكل خاصه بينا ونرجع ده للطفوله. اللي بيحصل الاهالي بياخدوا كذا اتجاه، منهم انه الولد اللي بيقول حاضر هو ده الحلو الكويس طول الوقت، طيب بنت او ولد، وفي الغالب الولد هو المميز. ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي فيه مشاعر طول الوقت فيها غصب عن الولاد والبنات، انا ليه مش مميز؟ ثقته في نفسه بتضعف جدا، احيانا بيروح في اتجاه انه عايز يعمل مشاكل سلوكيه كتيره قوي عشان يتشاف، فهي دي الطريقه اللي هو بيتشاف بيها. سمعنا منهم كتير انا نفسي في عيله تانيه، انا نفسي في بيت تاني، انا مش عارف انا ليه في الوضع ده، هو مين الاحسن؟ ممكن يبقى الاشطر في المدرسه هو اللي احنا بنسقف له طول الوقت، اللي بياخد بطولات هو اللي بنسقف له طول الوقت. طب هنا بنقول للاهالي ايه؟ احنا عرفنا خلاص ان احنا سبب مشاكل اهو. أرجوكم الإخوات متساويين في كل حاجة باختلاف قدراتهم وكفاءتهم، ولد أو بنت، ومين اللي أنا حاسس أنه أقرب لقلبي أعمل إيه؟ بساوي في كل حاجة. طب في ولد شاطر ولد مش شاطر، بجمع الولاد وبحكي أنه في فروق فردية بيننا، والفروق الفردية دي بتخليهم متساويين في كل حاجة بالنسبة لي أنا كماما. هم بيتميزوا في ورقة الامتحان، لكن عندي في البيت هم متساويين في كل حاجه. لازم يبقى في ادوار فيها الولد او البنت بيساعدوا بعض في مسؤوليات تجاههم، في عيد ميلاد، في اختك انت اكبر منها فهتساعدها في حاجه في المذاكره. التفاصيل دي طول الوقت انا بشجع وبنمي ان هم ايه ادوارهم مع بعض. طيب انت قلتي ان بيكون في تفرقه في بعض الاوقات ما بين الولد والبنت الاخوات، طيب في بعض الاوقات بيكونوا ولدين ودايما الولد الكبير بيكون الاب والام ايه شادين عليه شويه في التربيه مع الوقت. في بعض الحالات بيكون شادين عليه في التربيه، بيجي التاني ده يعني ما بيبقوش عارفين يتعاملوا معاه، او بيكون بلطجي كمان على بابا ومامته في البيت. صح، الكبير دايما هما بيبقوا حاسين ان هو ده السند وده اللي هيقف ويحل واللي هيشيل بعد بابا ومامته. هما احنا يعني كمجتمع شرقي عندنا التصور ده طول الوقت، وفي الغالب ببقى بجرب في التربيه اصلا. يعني دي نقطه مهمه جدا، فانا بشد فبيطلع الكبير ده اخد جزء من القسوه كده في المعامله، انا ببقى متخيل ان هي دي الطريقه اللي هتظبط حياته. الصغير بيجي في الغالب بعد شويه وقت ببقى كنت ابن بقى من التربيه، لا كمان ببقى شفت مشاكل الكبير بدات تظهر. فبقرر اغير الطريقه للناحيه الثانيه خالص. لما بغيرها الناحيه الثانيه بسيب دلع بكل اشكاله، تساهل بكل اشكاله، حمايه زايده بكل اشكالها، فبرضه بتظهر مشاكل. طيب دلوقتي الناس يمكن بتفتكر او بتتعامل مع الاب والام دول كانهم غير قابلين للخطا، او المفروض يكونوا غير قابلين للخطا. بعض الاباء والامهات، انا احط نفسي مكان حد عنده طفلين، طفل بيقول حاضر ونعم وشاطر وبيجيب درجاته النهائيه ومتفوق في تمرينه، وطفل تاني مفيش منه رجا وبيجادل وبدرجاته وحشه وبيضرب اخوه وما بياكلش وبيعمل كل حاجه غلط. فطبيعي ان الام والاب هيعاملوا وده من العدل ان هم يعاملوا الولد المتفوق ده بحب شديد لان هو بيعمل كل حاجه والولد التاني هيشدوا عليه.
يعملوا ايه بقى في الموضوع ده؟ ده صعب شويه. هقول لك ان انا هختلف معاكي في حته صغيره. ده هنسقف له وهنشاور عليه عشان هو شاطر دراسيا. لكن حبي انا ليه هو انا بحب كل ولادي زي بعض وبساوي في المعامله بينهم كلهم زي بعض. الحب مش مشروط ولا على ادب ولا على انه الاول على المدرسه ولا بطاريات. طب احنا هنا بنقول للاهالي انه في الغالب انتوا بتربوا بنمط تربيه انتوا مريتوا بيه زمان، وكلنا دخلنا التربية متخيلين ان احنا بالفطرة هنعرف نربي. لا، هي التربية ليها اساليب وادوات وانا محتاج اجهز للقطة دي. طب انا مش عارف اوكي ان انا غلطت في وقت في حياتي، فانا بروح اتعلم، بروح استشير حد متخصص وبرجع لولادي واقعد واقول انا غلطت في النقطة دي، محتاج احسن معاكم 1 2 3 4. لكن معنى ان هما ما بيغلطوش في المطلق، لا هما اكيد بيغلطوا. طب غلط، يلا نعدل مسارنا، المسار مش اجباري خالص بقى هنا. أوكي. طيب انت قلتي نقطه مهمه جدا انه في بعض الجلسات بيكون ناس عندها 40 سنه و50 سنه، معقوله مشاكل بيتعرضوا ليها وهم اطفال ايا كان نوع هذه المشاكل؟ وبما اننا بنتكلم دلوقتي عن التفرقه ما بين الاطفال، ممكن توصل معاهم لحد ما يبقى عنده 40 و50 سنه؟ في لقطه بتكمل معاهم فيها ان انا اتهزت ثقتي في نفسي جدا، او كنت محتاج ابذل مجهود كبير قوي عشان اتشاف، ما كنتش متشاف خالص، كان الشاطر هو اللي متشاف، كان الكبير هو اللي متشاف، كان الولد هو اللي متشاف لاي سبب من الاسباب. فانا حاسس ان انا طول الوقت لازم ابذل في علاقات، وفي الغالب ده بيكون مع البنات على فكره، لازم ابذل ادي للي قدامي كتير قوي. بتقع في تجربه زواج هي محتاجه تدي فيها فوق طاقتها عشان تتشاف، فتاخد الحب اللي هي اتحرمت منه زمان. امتى نبدا نكتشف ده واحنا قاعدين علشان هنوصل لانفصال او في خلافات عائليه كبيره جدا؟ هل اللقطة دي كمان في اللقطة دي بقى ليها انعكاسات على الولاد بعد ما الطفلة دي بقت أم؟ طبعا، هي عندها إحساس داخلي بنفس الطريقة بعدم الاستحقاق. أنا لازم أعمل عشان أتحب، لا أنا محتاجة أتحب زي ما أنا كده بكل تفاصيل، غير مشروط، الحب الغير مشروط. الحب الغير مشروط مش لازم تبقي زوجة مموتة نفسك عشان تتحبي، لا أنت بتتحبي من غير كل التاسكس اللي عليكي دي. وده بيتنقل للولاد طبعا. طيب ازاي اتعامل مع ابني لو انا بحاول على قد ما اقدر طول الوقت ما فرقش ما بينه وما بين اخوه، لكن هو طول الوقت بيقارن نفسه باخوه او اخته؟ صح. ازاي احاول ان انا اغير من ده في ابني في تفكيره عشان حتى ما اخليهوش بيقارن نفسه بينه وبين صحابه في المدرسه؟ لو انا مش بقارن خالص، ممكن يبقى الدايره القريبه، لو في نفس المدرسه، لو في التمرين، هم بيقارنوا بينهم وبين بعض. طيب ده مش بيحصل، ولا الدوائر دي بتاثر عليهم، انا محتاجه اعمل ايه؟ اشاور على المميزات المختلفه اللي عند كل واحد والتاني. يعني في واحد شاطر دراسيا وواحد كاريزما واجتماعي ويعرف يخطف قلب ماما في كلمتين، فلازم اشاور له ان دي مهاره. هو بيتكلم حلو قوي، التاني بيلعب رياضه كويس قوي، واحد بيذاكر كويس، واحد بيساعدني في البيت، واشاور ان دي مميزات ودي مميزات. مش لازم التشيك ليست بتاعتنا تبقى شبه بعض بالظبط. صحيح، لانه في الاصل احنا مختلفين، انا مش عايزه الاخوات كوبي بيست من بعض. ده مؤكد. طب انت اتكلمتي عن بعض الاسر اللي ممكن تميز الولد عن البنت، في اسر ثانيه بتميز البنت عن الولد وبيدلعوا البنت، دلع يمكن زايد شويه، فيبتدي الولد يتضايق، سواء بقى غيره او يتضايق من الدلع، خصوصا هو في سن مثلا مراهقه او وصل للشباب. صح. هقول لك مفاجاه، ان الام اللي تعرضت لده في بيتها، ان هي كان عندها اخ قاسي او هو الكبير او بابا ما كانش موجود وهو اللي بيمارس ده، او تعرضت لتجربه زواج فيها زوج قاسي جدا، فبقت هي اللي بتربي البنات غصبا عنها، عندها ميكانيزم دفاعي انها عايزه تقوي البنات دي فوق الطبيعي عشان يعرفوا ما يبقوش صوره الضحيه دي في يوم من الايام. فبتقوي البنت على الولد. وانا قابلت تجربه كده بالظبط، الولد هو البنات هم يعني الاقوى وهم اللي بيمارسوا، هو مش بيقول لا في اي حاجه ومش عارف يقول لا في اي حاجه. لما قعدت مع الام، لا هو في سبب انه هي اصلا عندها تصور انا مش عايزه البنات دول يبقوا شبهي في يوم من الايام. فاحنا محتاجين نفرمل. لما نلاقي ان احنا متاثرين بتجاربنا الشخصيه واحنا بنربي الولاد، ارجوكم نقف، لانه لا هم مش هيعيشوا نفس المواقف بنفس الشكل. انت عارفه المشكله في ايه يا دكتور؟ ان كلنا بنقول ايه، طب ما احنا اتربينا هو كبرنا زي الفل، ما فيناش حاجه غلط. مش زي الفل ولا حاجه بالظبط، يعني فاهمه قصدي؟ فاحنا بنقول ايه دايما، انه انا هقعد بقى ادقق بقى في كل حاجه، طب ما انا اهو كبرت اهو زي الفل، ما بقعدش افكر انه لا انا اتسببت في مشاكل او جالي يعني مشاكل تروماز معينه بسبب مواقف معينه. فالنهارده بقى ازاي اقف مع نفسي اصلا واقول اعلم على المشكله، احط ايدي عليها، اقول انا عندي المشكله دي، انا لازم، مش كل الناس معاها فلوس ان هي تروح لدكتور نفساني. فانا ازاي النهارده اعالج نفسي من الحته دي؟ يعني انا يعني اعرف ان انا عندي مشكله في الحته دي وازاي اعالجها؟
هي لحظة وعي أنا باخد بالي فيها إن أنا بستخدم ميكانيزم دفاعي معين، يعني أنا بقوي بنتي قوي قوي علشان ما تتكسرش. أنا واخدة بالي لو أنا ركزت لحظات كده أنا بعمل ده ليه، أو إن الولد ده أنا كأم شايفاه يبقى الحماية وهو اللي هيقف يساعدني وهو اللي هيقف قدام بابا في سن معين لو بيجي عليا، فأنا بعود الولد يبقى قريب مني جدا. إحنا أحيانا كمان بنستخدم الولاد إنه مين يبقى أقرب لمين علشان أنا هحتاجه في يوم من الأيام. كل ده محتاج لحظة وعي فيها إن أنا مدرك إن أنا بس رايح في الطريق الغلط، بمارس نفس اللي حصل معايا، بطلع حتة كده فيها إن أنا مرتبطة بالولد الوحيد أو البنت الوحيدة دي قوي. اللحظة دي لو ما جاتش، لحظة الوعي اللي فيها صدق أنا بعمل كده بجد، مش هعرف أقف وفرمل. طيب هل ده ليه علاقة بأن دايما البنت زي ما بنقول مرتبطة بباباها والولد دايما مرتبط بمامته؟ هو يعني الميل الأقرب أنه طبعا كل واحد بيميل للجنس التاني، البنت فعلا أقرب لباباها والولد أقرب لمامته لو إحنا عايشين في بيت سوي وكل يعني الأب موجود والأم موجودة وكده، لكن لو في بقى انفصال فهتلاقي كل حد بيشد حد من الولاد تجاهه وحسب نمط شخصية الولاد. يعني الأسهل أنا هبقى عايزاه أقرب لي، أنا الأنشف هبقى زقاه ناحية بابا علشان هو يقف قدامه ويقول له لا إحنا محتاجين ومحتاجين ومحتاجين. ممكن الأنشف ده يبقى على فكرة البنت مش الولد، مش بالضرورة، حسب نمط التربية طلع مين قادر أكتر على أنه يقف يطلب حقوقه. إنما في الطبيعي زي ما حضرتك قلتي أنه فقط بيميل جنس الآخر، ولا السلوكيات نفسها وطريقة التعامل نفسها هي اللي بتفرق؟ لا لا لا، هو الأب بيدلع البنت بشكل ده اللي أقصده يعني، وعلى الجانب الآخر برضو طبعا والبنت بتحتاج بابا اللي بيلعب دور الصاحب اللي بيخرجها ويقعد معاها في كافيه ويغزلها ويقول لها كلام حلو، والعكس الأم برضو بتبقى قريبة من الولد جدا لأن الأب عايزه يطلع ناشف زي ما بنقول، عايزه يطلع راجل كده. طب الأم قريبة ليه؟ ثانية واحدة نعرف بس أنا عندي ولد عايزة أشوف ليه، عايزة أقربه مني أكتر بصراحة عشان أسري. الأم قريبة عشان الولد ده السند، الولد ده الصاحب، الولد ده اللي أحيانا بيلعب الدور اللي ماما ما بيلعبوش. الولد لما الولد ومامته بيبقوا صحاب، لا هو بيملى حته عند ماما احيانا بيكون بابا ما بيعملهاش، الخروجات ويلا نلعب، والولد بيبقى عايز شكل البنت في حياته. فلو ماما قادره في سن المراهقه تلعب دور البنت الصاحبه اللي يلا نقعد في كافيه ويلا نخرج هنا ويلا نروح نحضر ماتش مع بعض، انا مش قادره اقول لك هي بتسكن احتياج قد ايه عند ابنها الولد. الحمد لله. طيب خلاص، حلو قوي الموضوع. اطمنت. طيب دكتور، في ناس كده تقولي ايه دول اخوات يعني سند لبعض في الدنيا، دول اخوات كلهم بيخدموا بعض، عيلتهم رقم واحد عندهم. الام هنا عملت ايه عشان تربي النوع ده من الاخوه الحلوه مع بعض؟ الام هنا زرعت قرب وود، وانه لو ما عندناش كلهم متكافئين ولو بكافئ كلهم زي بعض، كلام الحب بيتوزع عليهم زي بعض، مش عشان ده الشاطر اللي دخل بسني من المدرسه النهارده، يعني احنا عندنا حته كده بشيل مسؤوليات، بشاركهم في مسؤوليات البيت، فمش هتيجي لقطه فيها. عارفه خناقات الورث اللي بتحصل واحنا كبار قوي دي بتحصل ليه؟ مش احنا كان في لقطه فيها كل واحد بيفكر في نفسه. الام محتاجه تاخد بالها، وانا الولاد كل واحد بيفكر في نفسه ولا لا، هننزل نجيب لبس عيد ففي ميزانيه معينه فهتتقسم علينا كلنا بالتساوي، واحد هيطلع رحله في المدرسه فكلنا هنطلع، واحد مش هيطلع لسبب مادي فكلنا مش هنطلع، مفيش ده هيطلع وده مش هيطلع. التفاصيل الصغيره قوي دي لحد قعده الغداء على البيت على السفره وبنقسم الاكل بينا ازاي، كل ده بيزرع حاجه جوه الولاد بالتدريج. ففي واحد بيشوف نفسه من اول يوم انه مميز فبيطالب بده قدام، فهي لقطه فيها ام واخده بالها من كل تفاصيلها حتى الحضن. انا حضنت ده النهارده هحضن الاثنين التانيين، طبطبت على ده النهارده هطبطب على الاثنين التانيين. طيب بما اننا بنتكلم عن مسلسل مسار اجباري وازاي يتعامل الاب والام مع الابناء يكون في عداله في التعامل زي ما حضرتك بتقولي، ازاي النوع ده من المسلسلات بينعكس على المجتمع؟ حضرتك ذكرتي في البدايه ان الام لو عندها تجارب سيئه او الاب عنده تجارب سيئه لازم يكون عنده وقفه مع نفسه، يبتدي يقف ويفكر هل انا تجربتي الشخصيه بتعامل بيها مع ابنائي وده اللي مش المفروض ان هو يحصل لان هي بتؤثر عليهم بالسلب زي ما حضرتك ذكرتي، فازاي هذا النوع من المسلسلات بينعكس على واقع المجتمع؟ والله ساعات بنشوف الفيدباك بتاع المسلسلات كده، الناس وهي بتكتب انا اللقطه دي حصلت معايا، انا فاكر لما حصل في طفولتي كذا، انا ما كنتش عايش مع بابايا، انا بابايا عمل معايا نفس لقطه الحرمان دي. ففي لقطه بتخبط في قلبك كده وانت بتتفرج على اي مسلسل، في حاجه شبه دي حصلت معاك. لو حصل حاجه كده انت محتاج تقف بقى وتفتح الملف القديم. احنا ليه بنخاف نعمل ده؟ عشان بحس بوجع
وفي قوة للتغيير. أنا عشان أغير ده محتاج أشتغل على نفسي وقت عشان أشوف إيه أماكن الألم عندي وأتفادى أن يعملها محدثين. هي قوة التغيير هنا. لكن كلنا المسلسلات بتلمس أجزاء من بيوتنا ومن عائلتنا طبعا بلا استثناء. يعني لما بنتكلم على تجربة اجتماعية يمكن بنتكلم على مشاكل فعلا بتحصل في أرض الواقع. يمكن ده اللي كنا بنتكلم عليه من الأول، إنه دايما في كل سنة كده بيبقى في موضوع مختلف مسلسلات بتتكلم عنه، ودي الدراما والفن عامة هو المفروض يعمل كده، يمسك مشكلة معينة ويحلها. ده الفن الهادف وده الفن الراقي. نشكر طبعا الدكتورة مريم الشافعي الاستشاري التربوي والمعالج السلوكي، كل الشكر ليكي. ونتمنى ان احنا نكون فدنا كل اب وام النهارده بيقعوا في الغلط ده، لانه مهم قوي نركز فيه ان احنا نتعامل على قد ما نقدر بالتساوي مع اولادنا عشان ما يحصلش فيه مشاكل في المستقبل. كده مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.